ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك تقاضيت رشوة قدرها 195 جنيها و60 قرشا من المدعوة علي سيد أحمد؟ سيادتك كلمناها؟ نعم يا باشا، يا ابن الناس، ده ربنا يعرفه بالعقل. أكتب الكلام ده سعادتك. استنى يا ابني، احنا لسه ما اتكلمناش ولا قلنا. أستاذ محمد. نعم يا فندم. أنت هنا في نيابة ومتهم، وده تحقيق رسمي، لا في باشا ولا ابن ناس. معلش اعذرني، أصل دي أول مرة أدخل فيها نيابة. انا حضرتك يعني بتعود تيجي هنا كل يوم. السؤال، اتفضل، خدت رشوه ولا ما خدتش؟ لا طبعا ما خدتش. عندك دليل يثبت انك ما خدتش رشوه؟ اه طبعا يا فندم، دليل واضح. ايه 195 جنيه و60 قرش ده؟ يعني مبلغ بسيط قوي بالنسبه لوضعي. وانت عندك حد معين في مبلغ الرشوه؟ لا 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 يا باشا، انت هتودينا في داهيه ولا ايه؟ يا باشا انا اقصد يعني من خلال الواحد يعني بيشوفه في التلفزيونات وبيقراه في الجرايد ان الناس يعني بتاخد ألوفات، ملايين، شاليه صغير كده محندة على البحر، فيلا في مش عارف في التجمع، مش عارف اللي فين. انا مش هبص يعني ل 195 جنيه و60 قرش، مش حتى 200 جنيه. يا باشا انا مش ههبل، انا عارف ان دي قضيه حكمها من 3 سنين ل 15 سنه. ممكن تكون الاجابه على قد السؤال؟ انا لم اخذ رشوه قط في لم اخذ رشوه قط في حياتي يا فندم. هو حضرتك تعرفنيش؟ لا والله ما اعرفكش. الاوراق اللي عندي بتقول انك محمد عوني عبد الستار، موظف بالمعاشات. يا باشا ما بتكلمش على الوظيفة، وظيفة ايه؟ لا لا، أنا شاعر، شاعر وعندي اسمي، يعني اسم الشهرة بتاعي عوني البرنس. حضرتك ما بتعرفيش برضه؟ غريبة، أنا بتاع الفن الشعبي. شكلك يعرف، باشا يعرفني. يا باشا أنا باخد في الأغنية 3 و4، وأحيانا بطلب 7، وفي اليومين دول كلام كده مع نانسي وليسا يعني وهيفا وبتاع، فإن شاء الله هطلب 10، وكله مثبت في الاقرارات الضريبيه. وعندي عماره في امبابه، الدور الارضي عامله سوبر ماركت كده على قد يعني صغير، بيبيع جبن على زيتون على شويه حاجات مرمشات جيلي كولا، ونحاول بقى نرفع مستوى المنطقه. سيادتك ما تقول لي كده على اغنيه من اغانيك، ومين اللي غناها؟ حاضر حاضر يا باشا، اقول لك على انهي واحده كده. في واحده لا بلاش دي. انا اللي عامل الاغنيه بتاعت لما الهوا عدى عليا، بتاعت مطربه حسيس. ما اعرفهاش. بس يا باشا اللي هي بتقول لما الهوى عدى عليا، هوى يا هوى يا هوى، ازاي يا باشا ما تعرفهاش؟ ولا عمري سمعتها. ده مغرقه الفضائيات والارضيات وموجوده على النت، اجيبها لك سيدي. حاضر. ما كنتش اعرف ان الفن الهابط بقى غالي بالشكل ده. بقى هنعمل ايه يا باشا؟ بس يعني اذا كان لما الهوى مش عاجباك، انا عندي حاجات تانيه محترمه، بس بتاكلش عيش، حاجات سمبوزيوم شويه. ايه رايك تسمعنا حاجه من السمبوزيوم ده؟ ازرق. هو ايه ده الازرق؟ خط الميري يا باشا، لان خط الميري ازرق، والقلم في الفصل ازرق، واما قال مقلوب وحطفح ركبوه البوكس الازرق، ولبسوه في السجن ازرق، وختموا ختم النسر الازرق، البنات القطر فاتهم بخ تحت عينيهم ازرق، واللي ضايعة تستخبى تحت ليلة هلس أزرق، والجميلة كي لا تحسد كان لابد من الفصل الأزرق. الولد لفلف ودخن، والولد لفلف ودخن، فخ كان دخانه أزرق، مص دمه ودار همه في بنطلونه الجنس الأزرق، ونقل حرام يرموه في مكان ما يعرفوش الجن الازرق. يبقى ايه؟ يبقى ليه بقى الاحمر والابيض لما هي لونها ازرق؟ كفايه كفايه. هي كده خلصت يا باشا. الرئيس بتاعك هو اللي شافك وانت بتاخد الفلوس، وهو اللي بلغ عنك.
واوعى تقول لي حقد وكلام من النوع ده. لا 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 يا فندم، مش هقول كده خالص. لا لا، هو غير لي يا فندم. الكارثه كلها في مديري ده يا فندم، ولو في عدل فعلا يبقى هو المتهم مش انا. هسالك في النقطه دي بس الاول عندي سؤال مهم. اتفضل يا فندم، تحت امرك. نيابتك ومكانك ومطرحك كيس يا فندم، اتفضل. رئيسك بيقول انه شافك وانت بتاخد مبلغ الرشوه 195 جنيه و60 قرش. كذاب، راجل كذاب، وانا اثبت لحضرتك انه كذاب. بس يا ريت بقى ايه، اكتب بقى الحته اللي جايه دي. اولا الفلوس كانت في ظرف، ازاي بقى هو عرف عددهم وهم جوه الظرف؟ انت كده اعترفت على نفسك يا حضره الشاعر. إيه استنى 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 يا ابني، الله يسعدك ما تكتبش يا فندم. طب ما انا كمان ما كنتش اعرف الفلوس اللي جوه الظرف كام. انت بس طب اديني فرصه اشرح لك الحكايه من الاول. اتفضل اشرح. ربنا يكرمك. بص يا فندم، هي البنت دي حالتها تصعب على الكافر والله. لو قعدت جنب حيطه، الحيطه هتبكي عليها. وبعدين انا زي ما قلت لحضرتك ان انا افهم في النفس البشريه كويس، عشان انا شاعر يعني. قدرت كده برغم انها محتاجه، الا ان عندها عزه نفس عاليه قوي قوي. قلت ساعتها اعمل اي حاجه يعني. رحت دابب ايدي في جيبي وفتح درج المكتب. لا يا باشا، انا فتحت درج المكتب الاول، طلعت ظرف ابيض، وبعدين ضربت ايدي في جيبي، خدت كل الفلوس اللي فيه حطيتها في قلب الظرف في الخباسه كده، ورحت مديهم لها وقلت لها بيفتحي في البيت. خدت الظرف وراحت خارجه وراحت فاتحاه في الطرقه جنب المكتب. لسه يا دوب انا هطلب شاي بحليب، لقيت دي داخله من الباب متجننه ومتشعوذه، وراحت راميه الظرف في وشها، قالت لي خد الفلوس اهي، خلص لي ورق وجراتي، انا عايز امشي دلوقتي حالا. مين بقى كان واقف؟ مين؟ البيه المدير بتاعي. وفجأة داخل زي المجنون وراح ماسك في ايدي، والحق مرتشي الحق مرتشي الحق مرتشي. وبكده يا باشا يبقى لقى الحاجة اللي ممكن تخلصه مني. ويخلص منك ليه؟ عشان انا الوحيد اللي مش مرتشي يا فندم. والمرتشين اصلهم ما يحبوش واحد شريف يبقى وسطيهم، يعني زي لما مؤاخذة يعني العميان ما يحبوش حد مفتح ياكل معاهم. طيب سؤال، تحت امر سعادتك. بتقول انك حطيت كل الفلوس اللي كانت معاك جوه الظرف. حصل يا فندم. كان في معاك فلوس تانية؟ لا، انا حطيت كل فلوسي معايا في الظرف. امال كنت هتروح ازاي؟ عادي يا فندم، يعني زي كل يوم بتاكسي. تاكسي وانت مفيش معاك فلوس؟ اه، ده سؤال انا ما كنتش عامل حسابه يا فندم. صحيح، او ما كنتش عامل حساب ان انا هروح. اروح ازاي وانا معيش فلوس وكمان بتاكسي؟ يا فندم، هو التاكسي ده لا مؤاخذه هيوديني في داهيه، ده هيوديني تحت البيت، وتحت البيت في سوبر ماركت بتاعي، في ناس شغالين تبعي بقبضهم. خد يد يا زتونه حسب التاكس، 1000 زتونه حسب التاكس. ده اسمه كلام النبي عسى. لكن البنت قالت ان الفلوس رشوه وانك طلبتها منها. ما هي دي بقى الفزوره اللي دماغي مش عارفه تحلها. ربنا يقدر سعادتك وتحلها انت. عليا، اجيب لك شاي؟ كتر خيرك يا بيه. عاوز اطمنك ان مساله المعاش بتاعت المرحوم والدك هتخلص خلال 48 ساعه. ربنا يعمل فيه الخير. انت بتشتغلي ايه عليا؟ طالبه في الجامعه يا بيه. كويس قوي. دي حاجه محتاجه منك تفكير عشان تقوليها؟ لا يا بيه، انا اصلي بشتغل مرتين في الاسبوع عند واحده ست كبيره في السن، فما كنتش عارفة يعني بالظبط المفروض أقول لحضرتك إني طالبة ولا خدامة. على العموم هو سؤال روتيني ملوش لازمة، بس في حاجة عاوزك تعرفيها. لو كان في شخص منحرف ومعندوش ضمير طلب منك رشوة عشان يخلص لك إجراء المعاش بتاع والدك وأنت دفعتيها، فالعدالة موجودة وهياخد عقاب. ساكتة ليه يا أنسة عليا؟ مش أنسة برضو؟ أنسة يا بيه. يا باشا أنا اللي زي ما ينفعش تتجوز. أنا أكبر إخواتي، واخواتي كلهم في مدارس، وام الله يعينها بقى بتغسل كليه، ولو بعدت عن اخواتي ساعتين يا يموتوا يا ينتحروا. عارفه ان الراجل اللي طلب منك رشوه ده صاحب املاك وعنده سوبر ماركت، وغير كده مؤلف اغاني، ورغم كل ده طلب انه ياخد منك رشوه وانت محتاجه اي قرش. انا لو مكانه كنت ساعدتك. ساعدت البيه؟ ايوه. الاستاذ محمد عوني راجل محترم. وهم المحترمين بياخدوا رشوه؟ وانا ايش عرفني اذا كانوا بياخدوا ولا ما بياخدوش؟ بس هو راجل طيب. ممكن يبقى راجل طيب، وراجل طيب قوي كمان. في ناس طيبين كتير قوي بياخدوا رشوه، وانت قايله في التحقيق بتاع البوليس انه طلب رشوه وانه خدها عشان اطلع براءة. ازاي يعني؟ مش فاهم. قالوا لي ان الرشي والمرتشي بيدخلوا السجن، لكن لو اللي دفع الرشوه اعترف على اللي خد الرشوه هياخد براءة. وانا مش حامل سجن يا بيه،
أنا عملت إيه بس عشان أخش السجن بسببه؟ بس أستاذ محمد راجل طيب. اسمعي بقى، أنت ممكن تتسجني بجد بس في حالة واحدة، عاوزة تعرفيها؟ أعرفها يا بيه. إنك تكذبي وما تقوليش الحقيقة. الصراحة كنت صعبانة عليه، وكان بيعمل كل جهده عشان يخلص لي الورق بتاعي. كويس أوي. وكان بيعمل كل جهده عشان يخلص الورق بتاعك مقابل إيه يا أنسة عليه؟ مش مقابل حاجة يا فندم. الأستاذ محمد اداني ظرف مقفول وقال لي افتحيه لما تروحي. فتحته وأنا هناك لقيت فيه 195 جنيه و60 قرش. صعبت عليا نفسي، قلت هي ياما الشحاتة ابتدت ولا إيه؟ وأنا لو مديت إيدي مرة همد إيدي على طول. يا بيه أنا طالبة جامعية وبشتغل عند ناس طيبين وقادرة أمشي حالي، بس ما أقبلش لا صدقة ولا إحسان من حد، ومعاش أبويا حق لعياله حتى لو كان قرش ساخ. لما رجعت فلوس لمحمد حصل إيه؟ أنا ما كنتش في وعي ساعتها، كان حوالي ناس كتير قوي، فيهم واحد كان واقف بيتكلم وبيشخط فيه. أول ما نقاني رجعت له الفلوس قعد يزعق ويهلل، وكل اللي حواليه عملوا زفة وقعدوا يقولوا مرتشي مرتشي. ولما الحكاية كده يا أنسة ليه ما قلتيش الحقيقة؟ قعدة مخوتي الأربعة قلت يا بيه، لكن منهم لله بقى جروني على أوضة وقفلوا عليا، والراجل اللي كان بيشخط في أستاذ محمد ده قال لي لو اعترفت إن الفلوس دي كانت رشوة مفيش أي حاجة هتطولك وورقك هيخلص. وعملت كده؟ غصب عني يا بيه، الخوف وإخواتي والفضيحة والورق اللي أنا عايزاه يخلص خلوني أفتري على الراجل الطيب اللي ما عمليش أي حاجة في الدنيا ده. شيرين كساب دي الدنيا صغيره قوي. عارف بقالنا كام سنه ما شفناش بعض؟ بس انا بشوفك كل يوم. طول عمري اقول اني مش قادره. انت هنا بتعمل ايه؟ زي ما انت شايفه كده، عندي شغل بعد الظهر، قلت اخرج اكل حاجه وافك عن نفسي شويه وانسى خنقه المكتب. انا سمعت انك في النيابه. نيابه امن الدوله. قولي لي بعزمك على ايه؟ لا ده انا هنا من بدري وكنت ناوي امشي، بس لما لقيتك داخل قلت استنى شويه. لما اتاكدت انك لوحدك كان لازم اجي اسلم عليك. على فكره انا عديت على بيتكم في العباسيه كذا مره، كنت دايما الاقي الشبابيك مقفوله. اصلا نقلنا اكتوبر. وانتي بقى اخبارك ايه؟ مفيش اخبار. خلفتي ولا لسه؟ لا ما هو الست عشان تخلف لازم الاول تتجوز. بجد؟ امال قصه الحب العنيفه دي راحت فين؟ مش في ناس بتموت بالسكته؟ طبعا كتير. وفي ناس بيموتوا في حوادث عربيات كتير. اهو انا بقى قصه الحب بتاعتي حصل لها كده، موت مفاجئ. مات؟ مش هو الحب. مات عندك ولا عنده؟ بعني وقع على بنت حلوه وحيده ابوها، راجل بيزنس مان كبير عنده مصنع صلصه، على طول قام بدلني بعلبه صلصه. بس اللي اعرفه يعني انه ما كانش محتاج فلوس الصلصه دي، ده كان غني قوي ما شاء الله يعني. وماله، ما حدش بيحب الفلوس قد اللي معاهم فلوس. وانت اتجوزت؟ لا. وانت عامله ايه؟ زي ما انا عايشه، بشتغل في شركه محمود وعايشه مع جدي. ياه ايه مالك مستغرب كده؟ بس انا مقصر في حق جدك قوي، ده صاحب فضل كبير عليا. خلاص تعالى زور هيفرح بيك قوي. ودي اللي صحيح، اخبار باباكي ومامتك واخوكي ماجد ايه؟ بابا معارفه ابو ظبي واكيد امي معاه، وماجد بقى في امريكا وشكله كده مش ناوي يرجع. ما كانش قدامي حل تاني، عشان اعيش في مصر كان لازم اقعد مع جدي. طب وليه ما سافرتيش مع باباكي ومامتك؟ يا حبيبي انا ما اقدرش اسيب البلد دي اكتر من اسبوعين. قلتي ايه؟ عجبتك كلمه حبيبي مش كده؟ لو سمحت. تحت امرك يا فندم. انا كنت قاعده على الترابيزه اللي هناك دي ولسه ما حسبتش، ممكن تجيب لي الحساب على هنا؟ اوكي ميرسي. وهات لي كمان الحساب بتاعي لو سمحت. اوكي يا فندم. ايه زهقت مني ولا ايه؟ انا عمري في حياتي ما زهق منك، وانت عارفه انت غاليه عندي قد ايه، والظروف زي ما بتفرق هي برضو اللي بتكمل. قولي لي بقى الاقيك ازاي؟ قول لي انت الاقيك ازاي؟ مبدئيا التليفونات. تطلبني ولا اطلبك؟ اطلبك انا. كام الرقم؟ قول انت. طلباتك يا باشا. عايز شاي ولو في شاي اخضر يبقى احسن. بص الشاي عندنا نوعين،
بني غامق وبني فاتح، بس في نعناع. اخد نعناع، بلاش بني غامق ولا فاتح. عينيا. اهلا اهلا بيك مع زمايلك العاطلين، ما تقوم تنضم لهم وتعمل لنفسك شله وصحبه. حضرتك بتكلمني؟ الله، هو انت مش عاطل برضو يا ابني؟ اصل ما تاخذنيش، القهاوي والكافتريات دلوقتي بيشتغلوا 24 ساعه وكلهم زي ما انت شايف كده من الشباب. لا وايه، بسم الله ما شاء الله، اللي هندسه واللي تجاره واللي حقوق واللي علوم واللي اداب، وفيهم برضو دبلومات. الحقيقه انا اتفاجئت، اصل انا كنت بعدي على القهوه لغايه كام سنه فاتوا، بس الزباين كانوا نوع تاني خالص. تعدي على القهوه؟ انا باين علي عارفك ومش عارفك. انت من المنطقه من هنا؟ اه طبعا، انا من نفس الشارع كمان. الله، يبقى انا عجزت بقى. ايوه بس استنى استنى استنى، انت اشرف، اشرف ابن سعاده المستشار هلال. مظبوط. الله يرحم والدك، ده كان راجل له هيبه والشارع كان له قيمه عشان هو ساكن فيه. انا بقى عمك صبري محروس اللي كنت شغال في وزاره الصحه، انما انت ايه اللي مقعدك على القهوه؟ انا اديت ميعاد هنا، وبصراحه كده كان نفسي اقعد على القهوه شويه. اوعى تكون عاطل يا ابني. لا الحمد لله انا بشتغل. ايوه كده، فرحني. وشغال ايه بقى؟ في النيابه. من شابه اباه فما ظلم. انما ما قلتليش انت معادك مع مين؟ استاذ عبد الحميد يونس. الاستاذ عبد الحميد يونس، ابسط يا عم، او بعت لك ابنه الدكتور تيمور. وبعدين قهوه ايه اللي هتقعد عليها الاستاذ عبد الحميد وانت غريب؟ مش مساله غريب بس، يعني هو تغيير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا دكتور، اهلا بيك. اهلا وسهلا. الدكتور تيمور ابن الاستاذ عبد الحميد يا استاذ اشرف. وانا هتوه عن تيمور عم صبري، امال الوالد فين يا تيمور؟ بابا غير رايه، ماما عملت مشكله. صح رضاك يعني تبقى ضيف عندنا وتقعد على القهوه؟ احنا مش قد المقام ولا ايه؟ والله لسه الكلام ده بقوله له، قلت له ان الاستاذ عبد الحميد هيتصرف كده بالظبط. طيب ماشي، مع الف سلامه. طبعا اذنك استاذ. مع سلامه. لا ايه، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ حاسب بس على حاجه. عيب، انا زي والدك. عيب. شكرا. اتفضل. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم. مع الف سلامه. ما كنتش اعرف انك دخلت كليه الطب يا تيمور. لا زي غيرها يا استاذ اشرف. الطب مهنه انسانيه. كل المهن انسانيه، دكتور، مهندس، استاذ جامعه، في الاخر كلهم موظفين. الا بقى اذا كنت فهلاوي او محظوظ او متميز. حضرتك فاكر ان الدراسه في الجامعات المصريه كلها الايام دي قادره تطلع حد متميز؟ التميز بقى مجهود فردي. وهتكون مش حابب دراستك في كليه الطب؟ لا ازاي، حاببها جدا ومتفوق فيها كمان على فكره. طب حضرتك اتفضل، انا هتكل على الله عشان عندي ميعاد كده مع زملاء ليا في درس. استنى بس يا دكتور تيمور، ده انا عايز منك خدمه صغيره. هستاذنك تطلع للاستاذ عبد الحميد وتقول له اني هستناه في شقتنا عشان عاوز اوريه حاجه تهمني. بعد كده ان شاء الله هطلع معايا نشرب الشاي واول مره اسلم على ست الوالده. خلاص نشوف يا ابني. مش كنا قعدنا عندي في البيت؟ لا انت غريب علينا ولا بيتنا غريب عليك. ده انت ياما لعبت فيه وذاكرت فيه، ولا نسيت يا اشرف بيه؟ لا طبعا يا استاذ عبد الحميد، بس الكلام اللي انا عاوز اقوله ما ينفعش يتقال هنا في الشقه دي. بصراحه انا كنت جاي النهارده عشان اتفق مع حضرتك على تسليم الشقه، لكن لكن ايه يا ابني؟ كمل. لقيت انه ما ينفعش يا استاذ عبد الحميد. خلاص يبقى ما ينفعش، وده حقك يا ابني، والحق ما يزعلش. كنت فاكر المساله سهله لغايه ما دخلت الشقه، حسيت ان جزء منها مش مجرد واحد عايش جوه شقه، لكن شقه عايشه جوه واحد. استاذ عبد الحميد، انا اتولدت هنا، كل يوم في عمري لغايه نص دراستي في الجامعه كان هنا في البيت ده. بيني وبين كل حاجه هنا في البيت عشره وذكرى حلوه. من اول الفرش، كراسي، ترابيزات والدواليب، حتى الحيطان بيني وبينها الفه. اما المكتبه دي فبشوف فيها صوره المرحوم والدي كأنه لسه عايش معايا بالظبط. صدقني لو قلت لك إن إحساسي مختلف وأنا موجود هنا أستاذ عبد الحميد، مسألة صعبة عليا جدا وما أقدرش أعملها. يا أستاذ أشرف، أنا كل اللي عملته إن عرضت على الست الوالدة عرض، مجرد عرض. وعرضك عرض عادل جدا. وأنت كل اللي بتقوله عدل، والحق حقك يا ابني والقانون معاك. بس أنا محتاجها لأسباب عاطفية، أسباب رومانسية يعني. إنما خالد ابنك اللي هو صاحبي محتاجة لأسباب ضرورية ومصيرية. هو خالد فين؟ كنت عايز أتكلم معاه شوية. خالد دلوقتي بيشتغل في الغردقة وبينزل مصر كل أسبوعين تقريباً. يعني هيكون موجود إمتى إن شاء الله؟
والله المفروض بإذن الله يوصل مصر في طيارة الأربع بالليل ويرجع تاني الغردقة في طيارة السبت الصبح. تمام قوي. يبقى أنا وخالد هنقعد مع بعض يوم الخميس إن شاء الله، وإن شاء الله هنوصل لتفاهم. ممكن يا أشرف يا ابني أعرف إيه اللي بيدور في دماغك بالظبط؟ اللي بيدور في دماغي يخص خالد لوحده، وأنا وهو أصحاب. سيبنا بقى نتفاهم مع بعض، وبإذن الله مش هيحصل إلا كل خير. ماشي على جنب بس. اتفضل يا استاذ. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اهلا خالد. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. وحشاني قوي يا ماما. ايه ده؟ انت مش معودنا تيجي في المعدة. مفاجأة. انا اللي استعجلت يا امينة عشان موضوع الشقة. عايزين نعرف اشرف عايز ايه عشان نخلص. الحمد لله على السلامة يا خلود. عامل ايه يا حبيبي؟ تمام الحمد لله. تعالى تعالى. الواد تيمور فين؟ عارفه لسه. لغايه دلوقتي يا ماما الساعه 11. ما هو بقاله مده بيذاكر مع اصحابه. اقعد يا خالد وحشني يا ايه. وانت والله يا بابا. بقول لك ايه؟ قوم انت غير هدومك على ما احضر لك العشاء، وبعدين تقعد مع ابوك يحكي لك خلاصه كلامه مع اشرف بيه. لا خلاصه الكلام اهم من اي حاجه دلوقتي. ايه يا بابا؟ ناوي على ايه؟ والله يا ابني انا ما قدرتش اخد معاه لا حق ولا باطل، ولا حتى قدرت اعرف هو ناوي على ايه بالظبط. كل اللي عرفته انه مصمم انه يتكلم معاك انت في الموضوع ده، لكن هو ناوي على ايه الله اعلم. طب هي في حاجه لو انا كلمته دلوقتي وحددت معاه ميعاد الساعه 11 بالليل يا ابني؟ المهم هو في حد دلوقتي بينام الساعه 11 بالليل؟ ايوه في بينام الساعه 11 بالليل، عندهم اشغال الصبح. اشغال ايه اللي هيفضلوا؟ خلود ايه المفاجاه دي؟ تيمو حبيبي الحمد لله على السلامة. ولا انت شكلك بتلعب بديلك من ورايا صح؟ شقاوة دي؟ لا لا يا واد شقاوة ولا حاجة، انا كنت بلعب شوية رياضة في النادي كده. رياضة ايه؟ انت مضروب يا ماما. انا بلعب ملاكمة. ملاكمة؟ مال الدكاترة بالملاكمة؟ هو ده اصلا جسمي يلعب ملاكمة؟ طب انا اخش استحمى واغير واجيلكم حالا. ماشي يا تايسو. ها ايه رأيكم؟ اكلم اشرف هلال دلوقتي ولا استنى لبكرة؟ والله يا ابني جرب. رن عليه بس رنه مش طويله قوي، لو رد كان بيها، ما ردش يبقى بكره. انا بصراحه كنت مكسوف من والدك. مش مكسوف يعني بالظبط، بس تقدر تقول كده ان انا ضعيف قدامه شويه، وبصراحه كنت حاسس انه هيرفض العرض بتاعي بخصوص موضوع الشقه. اشربنا نعتبر عيله واحده. والاستاذ عبد الحميد في مقام والدي بالظبط. خالد انا عاوز اسالك سؤال. اتفضل. انت عاوز تبدا حياتك الزوجيه في الشقه دي تحديدا؟ استاذ اشرف خلاص زمن الاختيارات انتهى. احنا دلوقتي في زمن القبول بالمتاح، وحتى شقه حضرتك دي تعتبر بالنسبه لي غير متاحه. بس انا ليا وجهه نظر تانية. في ناس بتحب تسكن جنب اهاليها. انا مش منهم. وفي اباء وامهات بيحبوا يعني ان اولادهم يسكنوا جنبهم. ما اعتقدش يعني ان ده تفكير لابويا ولا امي. يعني انا شخصيا بفكر اعيش في الغردقه على طول، تبقى بلدي يعني. اغلب المصريين دلوقتي زي ما انت عارف ليهم بلدين، بلد بيشتغل فيها وبلد عايش فيها هو واهله وعيلته. طب وايه اللي منعك ما تعيش في الغردقه وتخليها بلدك؟ هي مشكله هنا هي نفس مشكله هناك بالظبط يا استاذ اشرف. من حيث ايه بقى؟ المسكن، البيت يعني. تلات ارباع فيلات وشقق الغردقه مقفوله، صحابها ما بيروحوهاش غير ايام الاجازات. المفروض لما تيجي تبني اي مجتمع جديد اول حاجه تحطها في اعتبارك الناس اللي هيعمروه، الناس اللي هيعيشوا فيه ويدفنوا فيه. لازم حياتهم تبقى ميسره. عندك مثلا بلد زي القاهره اكتر من 20 مليون بني ادم، يعني مدينه حامل في مدينه ثانيه، وتلاقي سينا فاضيه او الوادي الجديد مش لاقي اللي يسكنه. لو عاوز تعيش في الغردقه انا اقدر اسهل لك الاحوال. ايدي على كتفك. بص يا خالد انا عاوزك تستوعب كلامي كويس جدا بروح العدل والمنطق وبدون اي حساسيه. قول يا اشرف. انا قررت اشتري الشقه. مش فاهم. الشقه ايجار وانتوا الملاك، وانا عاوز احتفظ بيها لاسباب عاطفيه، وانت محتاجها لضروره انسانيه، وانا لازم اتنازل عن الشقه فورا. وطبعا لو كنت انت مصر عليها انا كنت اتنازلت على طول، لكن طالما انك عاوز تبدا حاجه جديده في بلد ثانيه فانا بشتريها، وبتمنها تقدر تشتري شقه تانيه في الغردقه او في القاهره في اسوان زي ما انت عايز. هو ده العدل يا خالد. انت واعي اللي انت بتقوله؟ طبعا. احنا في 2006 و2007 خلاص على الابواب، يعني داخلين على الفيه جديده. القرارات السريعه ما تنفعش في الزمن ده. ماله الزمن؟ البشر هم اللي بيشكلوا الزمن يا خالد، وانا مش هقدر اشكل الزمن على مزاجي، لكن اقدر اشكل حياتي وطريقي في الحياه، ودي الوسيله الوحيده اللي اقدر اعملها عشان ابقى متوازن مع نفسي وراضي وقانع. قلت ايه؟ قلت الله يرحم والدك. لو كان ما عملش حاجه في حياته غير انه رباك التربيه دي فده كفايه عليه.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. صابرون صابرون. وكالات الانباء العالميه اخترت الوطن الفضائيه العربيه واخترت الصحف المصريه المعارضه. يا عميد يا عميد احنا طلبه مش عبيد. يا عميد يا عميد احنا طلبه مش عبيد. صامدون صامدون. صامدون صامدون. عايدون عايدون. عايدون عايدون. يا ظلام يا ظلام عين الرب نعمتنا. يا ظلام يا ظلام عين الرب نعمتنا. اعتصام مفتوح يعتصموا براحتهم. يناموا يقعدوا يقفوا الا الشغب ومحدش يحتك بيهم خالص لحد ما يزهقوا او البرد يفرقهم. تابعوهم من بعيد لبعيد وربنا يستر. يا عبيد يا عبيد احنا طلبه مش عبيد. يا عبيد يا عبيد احنا طلبه مش عبيد. يا حريه فينك فينك امن الدوله بيننا وبينك. يا حريه فينك فينك امن الدوله بيننا وبينك. صباح الخير يا ست اللواء. يا فندم اعتصام طلبة المدينة الجامعية تمهيد لحاجة تانية. دول حوالي 3000 طالب. يعني لو اتحركوا هتبقى فوضى. حاضر يا فندم. تعليمات سيادتك هتتنفذ على أحسن. واحد اثنين رئيس الجامعة فين؟ 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 لغاية هنا وكفاية. بتهيالي هما دلوقتي متأكدين وعلى يقين إننا قادرين نوصل لهم في الوقت اللي إحنا عايزينه. بس الدنيا مقلوبة. ما تتقلب يا سيدي، وهي من امتى كانت معدولة؟ المهم انهم عرفوا، عرفوا وشافوا، واللي شافوه ده هيكون له مردود. الهجوم علينا شديد. ولا يهمك، احنا في مصر بلد الكلام. اي حاجة بتحصل مهما كانت خطورتها بتبقى زي حريقة في كوم قش، نار عالية وفي الاخر شوية تراب. تحب اقرا لحضرتك بعض الاراء؟ اراء مين اللي عاوز تقراها؟ يقولوا اللي يقولوه. خلي بتوع الحزب الوطني يهاتوا زي ما هم عاوزين، محدش هيصدقهم ولا يثق فيهم. فاضل مين تاني؟ ما عندكش حد. ازمه وهتعدي باذن المولى عز وجل. ده في مفكرين ومثقفين شايفين ان اللي حصل ده فيه تهديد صريح لمفاهيم الدوله المدنيه. دول شوية علمانيين رأيهم بيوصل لخمسة ستة.
لكن الأخطر من كده يا عزيزي زي ما قريت الكلام اللي بيقول إن ده استمرار لمنهج العنف الإخواني، وإن الولاد اللي عملوا العرض دول كتيبة في التنظيم الخاص. ده الموضوع اللي لازم نخلي بالنا منه، لكن غير كده كله هيخلص على مفيش، صدقني. مولانا والحكومة عادي، جرايد الحكومة وإعلامها ورجالتها الطبالين والزمارين هيعملوا الزفة بتاعتهم، وفي الآخر زي ما بيقولوا آخرة الزمر طيط. وأمن الدولة برضو عادي، هيمسكوا كم ولد من ولادنا، ولادنا مش هيزهقوا، لكن بتوع أمن الدولة هم اللي هيزهقوا. بهجت، أنا هقول لك تخاف إمتى؟ تخاف لما الناس ينفضوا من حواليك، غير كده فأمره سهل. يعني نلتزم الصمت يا مولانا؟ صمت إيه؟ أعوذ بالله، إحنا لازم ندافع عن نفسنا، لازم ندفع الأذى عن أنفسنا. المرشد العام قال عن اللي حصل يا فندم إنه لعب عيال، وطلبة الإخوان طلعوا بيان اعتذار. اعتذار؟ اعتذار عن إيه بالظبط؟ عن اللي عملوه يا فندم. واللي عملوه ده قانوني ومشروع ولا غير قانوني وغير مشروع؟ غير قانوني وغير مشروع يا فندم. تبقى خلصت الحكاية، تحرياتكم جاهزة ودقيقة ومؤكدة. تمام يا فندم. يبقى إذن النيابة بالقبض على كل من شارك في هذا الفعل. من إمتى الإخوان بيعتذروا؟ هما شافوا الرأي العام غاضب ومستنكر على طول، رفرفوا زي الحمام الأبيض. أنا عايز الصقور الجوارح اللي كانوا عاملين فزع ورعب في الجامعة. إذن النيابة وتشوفوا شغلكم. دي التعليمات اللي عندي، ودلوقتي بقت التعليمات اللي عندكم. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. معقول يا أستاذ عبد الحميد؟ حضرتك استريح واجيب لحضرتك العيش اللي انت عايزه. كتر الف خيرك يا ابني، متشكرين قوي. ده انا بسلي نفسي، وبعدين بيني وبينك بضيع شويه وقت كده عشان لما ارجع البيت الاقي اهله صحيوا من النوم. ده غير ان انا بحب ريحه العيش المخبوز قوي. عارف احسن حاجه يا ابني ان الواحد يدخل بيته وهو شايل عيش زيك كده اللي تشوفه يا استاذ. الله يبارك لك يا ابني، سلمني على الوالد. عبد الحميد صباح الخير يا حاجه. تيمور يا عبد الحميد. ماله تيمور يا ابو خالد؟ النهار طلع ولسه ما رجعش. ايه لسه ما رجعش؟ استر يا الله تستر. ما تخافيش على ابنك يا حاجه، حد عارف ظروفه ايه؟ ها
وبعدين ما هو معاه محمود، والطبيعه المحمود بتاعه بسرعه مستنيه ايه؟ نسي تليفونه على المكتب. اه يبقى اكيد نام عند زميله اللي بيذاكر معاه. من غير ما يكلمنا ولا يطمنا، كان اتكلم من تليفون زميله. تليفون زميله ايه؟ انت مش عارفه ابنك يا حاجه، كل زمايله طلبه من الارياف، غلابه يا دوب عايشين بالقدره. اتفق لي خير يا حاجه، ان شاء الله خير، والله خير ان شاء الله. ولو انه برضه غلطان، مهما كانت الاسباب هو برضه غلطان. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. شفت؟ اديك قلقان اكتر مني. اعمل حاجه يا عبد الحميد. اعمل ايه بس يا حاجه؟ العمل عمل ربنا. لسه النهار بيطلع وان شاء الله يطلع علينا بكل خير. اهدي بس يا حاجه. بصي، البني ادم في الحالات اللي زي دي لازم يتسلح بالصبر والحكمه. اصحى يا خالد. سايق عليك النبي يا حاجه تهدي، مش كده؟ اصحى يا خالد. ليكون عمل حادثه. يا ساتر يا رب، احنا هنقدر البلاء قبل وقوعه. استهدي بالله امال، وبلاش تكهرب اليوم من اوله. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. فضل شاهين عثمان سبع، طالب بكليه اصول الدين. ازيك يا فضل؟ لست بخير. لا هتبقى بخير ان شاء الله. لا اظن. اخي خليك متفائل. ومن اين ياتي التفاؤل وانتم لنا بالمرصاد؟ مرصاد ايه بس يا اخ فضل؟ ده انت اول مره تشرف عندنا. طب بذمتك، في عمرك اللي فات كله حد مسك بسوء؟ لاني لم افعل شيئا. شفت بقى؟ اديك لما فعلت شيء شرفت عندنا. وماذا فعلت؟ انت مش كنت احد المشتركين في العرض العسكري داخل اطار الجامعه؟ مع ممارسة الرياضة جريمة. بقولك ايه، ما تصلي على سيدنا النبي كده وتسيبك من اللغة العربية دي وتتكلم معايا عادي. تتكلم معايا زي ما بتتكلم مع بقية خلق الله كده. اعتبرها دردشة يا اخ فضل. والله اعلم الدردشة دي هتخلص على ايه. او كده كده كويس. تشرب شاي؟ اه في وقته. أنا سؤالي واضح، اتعلمت الكاراتيه فين؟ فوق السطوح، أصل إحنا السطح بتاعنا واسع شوية فأنا بتدرب فيه. مين اللي كان بيدربك؟ اسمه إيه يعني المدرب بتاعك؟ لا أنا كنت بعتمد على نفسي. تعتمد على نفسك إزاي يعني؟ ما الكتب. أنت قلت في بداية كلامك إنك فخور بانتمائك لجماعة الإخوان المسلمين. طبعًا فخور. أظن المسلم، أي مسلم لما يكذب يبقى ارتكب ذنب. صح ولا غلط؟ المسلم عضو الجماعة لما يكذب يبقى وضعه ايه؟ انت مش بتكلم راجل اهبل عشان يصدق انك اتعلمت الكاراتيه فوق السطوح من كتاب قريته. بلاش تخاف مني، خاف من ربنا. جرى يا اخ فضل؟ سطوح يا راجل يا طيب؟ ده انتوا حتى بيتكم في بلدكم ما فيهوش سطوح اصلا. انت مشترك في نادي؟ مشترك في نادي؟ نادي ايه يا محترم؟ ده احنا عايشين بالعافية. بلاش نادي، ساحة شعبية؟ ولا حتى ساحة شعبية. الله، امال يعني يا اخويا المهارة دي كلها جت ازاي؟ ده انا وانا اسمي ضابط شرطة وواخد تدريب عالي جدا ما عنديش ربع المهارة بتاعتك دي. انا قصدي شفتك في الشريط العرض عندنا. اوعى تقولي بقى انك اتعلمت الكاراتيه بالمراسلة. الناس دي مين دربها؟ وتدربوا فين؟ وليه أصلاً جماعة الإخوان المسلمين يكون عندها ميليشيات عسكرية؟ نشاطها هيكون موجه ضد مين؟ دي الحاجات اللي لازم نعرفها كجهاز جمع معلومات. أما التحقيق فليه ناسه. النيابة تقوم بدورها. يعني نحولهم للنيابة يا فندم؟ قبل انتهاء مدة الحجز القانوني. انتوا عارفين إن الآلة الإعلامية بتاعت جماعة الإخوان ناشطة جداً. بقى عندهم صفحات في الجرايد وبرامج في قنوات تلفزيونية. وأحب أبشركم بقى ليهم كوادر في الحزب الوطني كمان. ده هو نفس العنوان والكلية والاسم. تيمور ابن الأستاذ عبد الحميد.
كابتن تيمور عبد الحميد سعادتك. اتفضل انت. اقعد يا تيمور. كانت مفاجأة بالنسبة لي انك تكون ضمن المتهمين الأساسيين في أحداث الجامعة. لا مفاجأة ولا حاجة. تيمور، احنا بتربطنا ببعض علاقة أسرية قوية. عشان كده مش أنا اللي حاقق معاك. مفهوم. أنا طلبت التنحي. والطلب بتاعي تمت الموافقة عليه. طب طالما الحكاية كده، أنا هنا ليه؟ أنت هنا لأن في شخصية مهمة جدا. شخصية ليها مكانة كبيرة عندي. مكانة تعادل مكانة والدي الله يرحمه. وطلب إنه يشوفك. والدي، مش كده؟ العيلة كلها في حالة صعبة. أنا شخصيا مندهش. أنت إيه اللي مشيك في الطريق ده؟ طريق إيه يا أشرف بيه؟ هو أنا مشيت في طريق الضلال؟ في طريق الكفر؟ أنا مع جماعة إسلامية. أنت ضد الإسلام؟ الدولة ضد الإسلام؟ أنا بقولها هو أنا في قلبي النيابة، اللي ضد الإسلام أنا ضده ويحصل اللي يحصل. عندي سؤال بسيط يا تيمور. حماسك للإسلام ده شيء طيب، ومفيش بني آدم في الدنيا يقدر يلومك عليه. وأنت عايش في بلد الأغلبية فيها مسلمين. شايف حد فيها ضد الإسلام؟ ايه رايك في السيد والدك مثلا؟ افتكر انه يعرف الاسلام اكتر منك. ليه اخفيت عنه انك عضو في جماعه محظوره وفاقده للشرعيه؟ انا مش عاوز كلامي معاك ياخد شكل تحقيق، لكن العادي والمألوف يا اخ تيمور ان الانسان بيخبي على اقرب الناس ليه الامور اللي مش مظبوطه. افهم من كده ان تهمتي هتبقى الانضمام لجماعه محظوره، واكيد في تهم تانيه كتير. زي ايه؟ ترويع وإرهاب الآخرين. أنا قريت الملف بتاعك يا تيمور. أنت ناسي إنك واحد مهم في كتيبة العرض العسكري؟ عموماً ده مش موضوعنا دلوقتي. قول لي المعاملة معاك كان شكلها إيه؟ لو في أي تجاوز بالنسبة لك أو بالنسبة لحد من زمايلك قول لي. ربنا مدينا القدرة على الصبر والجلد. أستاذ عبد الحميد يونس يا فندم. خليه يتفضل. عملنا فيك ايه عشان تعمل فينا كده؟ بعد اذنك يا استاذ عبد الحميد، انا هخرج بره عشان اسيبكم تتكلموا مع بعض الله يحفظكم. استاذ عبد الحميد، تحب اجيب لك شاي او قهوه او اي حاجه تشربها؟ لا كتر خيرك يا ابني. طمني يا تيمور، انت بخير يا ابني؟ الحمد لله. احنا بقى مش بخير. والسبب حضرتك ليه كده يا ابني؟ ليه كده؟ أنا ما عملتش حاجة غلط، أنا مسلم والجماعة بتعمل على نصرة الإسلام. والبيت اللي أنت تربيت فيه مش برضه بيعمل على نصرة الإسلام؟ ولا الإسلام ما يبقاش إسلام إلا إذا كان المسلم واحد من الإخوان وعضو في الجماعة. الإسلام اللي أنا أعرفه يا ابني هو اللي خلاني أصرف عليك من حلال، والبيت كله عمره ما قصر في عبادة ولا غش في معاملة ولا أساء لجار. أنا ما عملتش حاجة غلط. كده تبقى مش لاقي حاجة تقولها. الدين مش عبادة وبس، الدين جهاد، وجهاد ضد الظلم، وإحنا عايشين في ظلم. لو عاوز نتكلم عن الظلم يبقى نبتدي بحضرتك. أنت باللي عملته ده ظلمت أهلك، ظلمت أمك وأبوك وأخواتك. وإذا كان واجبي بما إن الله سبحانه وتعالى جعلني سبب في وجودك إني أربيك تربية كريمة، فواجبك إنك تبعدنا عن المشاكل وتبعد نفسك عنها. قول بقى إن حضرتك خايف من المشاكل. الحكومة ملهاش حاجة عندك ولا أنت عاوز منهم حاجة، حضرتك على المعاش. بص يا ابني، أنا بخاف من المشاكل صحيح وطول عمري بتحاشاها، لكن الحكومة بره الموضوع. المشكلة فيك أنت، في دماغك دي. دماغك دي ايه اللي حصل فيها؟ مخك ده جراله ايه؟ وامتى وليه وازاي؟ يا بابا انت مكبر الموضوع كده ليه؟ اللي حصل ده عادي جدا بالنسبه لنا. بالنسبه لكم انتوا مين؟ مصيبه لكون الجماعه دي شايفه ناسها غير كل الناس. الدين مش عباده وبس ولا مجرد معاملات شرعيه،
الدين إن يكون لك موقف من اللي بيجرى حواليك. دين الولاء والطاعة يلزمه مجتمع غير المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. حضرتك عاجبك اللي بيحصل في البلد الأيام دي؟ راضي عن الظلم والقهر والفساد والاستبداد؟ ظلم وقهر وفساد؟ أيوه. لا مش راضي، ومفيش حد في الدنيا دي كلها ممكن يرضى عن الحاجات دي أبدا، لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا حتى بوذي. إنما الظلم يا ابني لما بيصيب بيصيب الكل مش الإخوان وبس. قول لي يا تيمور، هي جماعة دي عايزة توصل لإيه بالظبط؟ ما أعرفش. طبعا ما تعرفش، أنا واثق إنك ما تعرفش ولا هتعرف. يعني أنت أملك خاب في ابنك؟ اللي ابنه في السجن يخيب أمله ولا لأ؟ ابنك في السجن مش لأنه ارتكب جريمة، ابنك تحت التحفظ في قضية رأي، لا هو من أهل الفساد والنفاق ولا هو من اللصوص اللي بيسرقوا كده. عين عينك، ابنك ليه الشرف إنه يكون مسجون على إنه إخوان؟ ده مسجون في سبيل الله والوطن. الله والوطن الاثنين مع بعض، ده ناقص فضلتك تقول لي إنه لو مات هيبقى مات شهيد. وهيكون كده فعلا. اسمع اسمع يا أستاذ عبد الحميد، انت جايين من الخارج وانت مشبع بآراء وأفكار خصومنا، لكن عاوز أقولك ان كلها افترا. نحن لا نكره أحد على فعل أي شيء، وابنك هيكون في رعايتنا لغاية ما يفرج عنه. أنا مش عاوز رعايتكم. زي ما تحب، وديك شفت احنا ناس عاديين وبسطاء محظورين، لكن اللي يستحق الحظر الذين ينشرون الفساد في الأرض ويضيقون على الناس في سعيهم وأرزاقهم. وديك شايف إحنا لا دولة ولا حاجة. ربنا يهديك ويهدينا، وبابنا مفتوح لك دايما. مفيش حد غريب، كم النوم انت؟ طيب حاضر. اهلا وسهلا، خير ان شاء الله. احنا اسفين على الازعاج، بس احنا عارفين انك بتكون صاحي في وقت زي ده عشان بتحضر نفسك لصلاة الفجر. فعلا علشان أحضر نفسي لصلاة الفجر، لكن مش علشان أستقبل ضيوف غير مرغوب فيهم. بس الضرورة ليها أحكام. البيت فيه حريم. كل البيوت فيها حريم، وكل الحريم لها كل الاحترام، دول بناتنا وأخواتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هو شر لابد منه وبلاء مؤكد. بس إحنا معانا إذن نيابة. ومن غير إذن، هو البلاء محتاج إذن. ممكن ندخل بعد إذنك يا محترم؟ وأنا أقدر أمنعك؟ اتكل على الله، بس يا ريت أعرف النية إيه علشان أقدر أسهل المأمورية بتاعتكم. فضل. الفلوس دي كلها يا حاج بهجت؟ فضل من الله ونعمه، الحمد لله. فلوس؟ انت ناسي ان رجل اعمال يا باشا. وفي حد يشيل في بيته مبالغ كبيره بالشكل ده؟ البلد امان يا باشا، والبركه فيكم، وهتبقى موجوده تحت اليد وقت الحاجه. يا ريت بقى تبقى تقول لنا في التحقيق ان شاء الله، ايه هي الحاجه اللي تخلي عندك بنك صغير بالشكل ده؟ يا باشا ده مش بنك ولا حاجه، دي ما تبقاش فلوس بالنسبه لاصحاب الفلوس، دول شوية لب. وبعدين دي فلوس حلال، دي لو فلوس حرام سرقها حرامي من حرامية الحكومة كان زمانه دفنها في عشة الفراخ، ولا كان زمانه هربها بره من زمان.
وحضرتك أدرى مني. بس في النهاية الكل بيتمسك يا حاج بهجت. لا يا باشا، الغربال اللي خرومه ضيقة ما بيعديش الزلط. شنطة هدومك يا بابا. بارك الله فيك يا بنتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. آمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. آمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. آمين. اللهم إنا ظلمنا في بلدنا وفي أهلنا وفي أموالنا وفي ديننا، فعليك بمن ظلمنا وأهلك أعداءك أعداء الدين. آمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام. حرما يا إخوان. جمعنا إن شاء الله. إيه والله، جماعة بتوع أمن الدولة دول دايما يجمعونا مع بعض ويدونا أجازة نريح دماغنا فيها من هموم الدنيا ونتفرغ للعبادة والدعاء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا شادي. إيه الأخبار؟ كله تمام يا فندم. وضيوفنا؟ زي العادة، صلوا وبعد الصلاة فضلوا يدعوا علينا. ربنا يجازي كل واحد حسب أفعاله. فطروا؟ طبعاً يا فندم، سعادتك عارف إن الخدمة عندنا 5 نجوم. مشكلتك يا شادي إنك بتحب المبالغة، الخدمة عندنا 4 نجوم بس. صراحة سعادتك متواضع جداً. يعني نقدر نشتغل؟ أوامرك يا فندم. وزعوا الشغل بينكم، وعاوز محاضر وافية. بهجة السواح. ماله يا فندم؟ مين غيري هيستجوبه؟ ده احنا معرفة قديمة. ايه رأيك في القهوة بتاعتنا يا استاذ بهجت؟ بن هايل، صنفه ممتاز. عارف احنا شارينه منين؟ من عندك. ما احنا برضو من زباينكم. لأن البضاعة عندنا أفضل وأرخص. ورأي حضرتك في حسن المعاملة ده حق لينا ولكل إنسان، مش هبة من عندكم. وإحنا نحب ندي الناس حقوقها، بس بشرط يا أستاذ بهجت. اتفضل قول. إحنا غير. مش فاهم. إحنا اتغيرنا، اتعلمنا من أخطاء اللي سبقونا ومش ممكن تتكرر تاني. الحمد لله، رغم إنك في المنصب الكبير ده لكن بتعترف بأخطاء اللي سبقوك. يا ريت حضرتك ما تكررش أخطاء اللي سبقوك وتعترف بالحقيقة. إحنا مش عايزين غير الحقيقة. المشكلة يا باشا إنكم ما بتصدقوش أي حاجة إحنا بنقولها. لأننا بنبقى عارفين الحقيقة ومتأكدين منها وعندنا دليل عليها. عشان كده الغلط بتاع زمان سواء كان ضرب أو تعذيب ده مش هيحصل. وإحنا مش هنزهق منكم أبداً. أنتوا ضيوف علينا. ما هو ده تعذيب بس بطريقة تانية. أنا تهمتي إيه؟ أقول لحضرتك طبعاً ده أبسط حقوقك. حضرتك وزير المالية. ده شيء مستحيل، أنا لا يمكن أنتحل شخصية حد غيري حتى لو كان وزير، خاصة وزير المالية، لأني مسلم وهو قبطي. أنا أحب الناس الحلوة اللي زيك، وأنت لو انتحلت شخصية إيه اللي هيجيبك هنا؟ في الحالة دي إخواننا بتوع البحث الجنائي أولى بيك يا راجل يا طيب. انت هنا لانك وزير ماليه جماعه الاخوان المحظوره، وانت المسؤول عن تمويل انشطه الجماعه. والله انتوا بتكبرونا على الفاضي، وزير ماليه مره واحده وتمويل نشاط الجماعه الهدام. لا، الهدام دي من عندك انت. انا ما قلتش كده عشان كنت عايز اسمعها منك. انا بردد الكلام الشائع في الاعلام الرسمي يا باشا. انا مجرد صاحب سوبر ماركت
وربنا بيرزقني وبيرزق ناس كتير حواليا. معلوماتي ان الاسلام لا يسمح بالكذب. وانا ما بكذبش. لا بتكذب. هقول لك ازاي وليه. انا قدام حضرتك اهو ومسلم امري الى الله. بتكذب عشان اللي سبقوك في جماعه الاخوان اباحوا الكذب للضروره للخلاص من مشكله او ازمه. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا مش جايب الكلام ده من عندي، ده من عندكم. المستندات دي لقيناها في الشقه بتاعت مدينه نصر 8 شارع السنجاري، وانت عارف مين اللي ساكن فيها. انا ما اعرفش حاجه لا عن الشقه ولا عن اللي ساكن فيها. يا راجل، ده انتوا مصليين عندنا سوا وداعيين علينا سوا. تقصد مين حضرتك؟ لا اقصد ولا ما اقصدش. انتوا تشربوا القهوه عندي سوا. فيها ايه المستندات اللي مع سيادتك دي؟ شوف يا سيدي، بهجت عبد الحميد السواح مسؤول توفير الدعم المادي لافراد الجماعه وايضا تمويل تنظيم الجامعات. ده حضرتك. وهديه مني هديك اسم والمهمه بتاعته كمان. ايمن فريد الدسوقي، المشرف على قطاع الحركه التنظيميه بمختلف الجامعات المصريه. ده منصب كبير قوي زي منصب حضرتك بالظبط. احنا نصلي الجمعه ونكمل. هو ليه يوم الجمعه مش اجازه عندكم؟ لا هو اجازه. ما حضرتك شغال اهو. مش عاوزينكم تحسوا بالملل. احنا محتاجين نستريح. استريح يا استاذ باجت وفكر، وبكره ان شاء الله هيكون معايا مفاجاه جديده. انت يا ست، انت مين وعايزه مين؟ يه جرالك ايه يا شحاته؟ انت مش عارفني يا منايل على عينك؟ وانا اعرفك ازاي وانت عامله زي النسوان خطفت العيال كده؟ انا خطفت عيال يا واطي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عدو الله. انا عايزه الشغاله يا بهيم. وعامله بنفسك كده ليه؟ هي اللي انت مش بهيمه. وانت مالك انت؟ يلا يلا روح شوف شغلك. سبحان مغير الاحوال، الوليه كانت امبارح زي بقيه خلق الله. ايه اللي جرالك يا وليه؟ التزمت. امال سايبه لسانك ليه على حاله؟ قبل ما تغطي نفسك غطي لسانك الاول. صباح الفل. صباح النور. ايه ده؟ في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش. ايوه بس مش عوايدك. فين الضحكه اللي بتفتح نفس الواحد على الاكل؟ حلوه قوي الكرافته دي. يبقى اكيد زعلانه من حاجه. الشغاله عامل حاجه غلط؟ كسرت حاجه؟ عايده عايده بقى تخلص اللي في ايدها يا اخي. يا ماما مفيش ملح ولا فلفل، عايزه اجيبهم من جوه. لا انا اللي هجيبهم. ماما عشان خاطري خليكي قاعده مكانك، مش عايزه تتعبي نفسك في حاجه. بناقص الملح والفلفل يا ستي. عايده ملح وفلفل من عندك حالا يا استاذ. شفتي موضوع بسيط خالص. انا شفت. شوف انت بقى. ده عايده. دي عايده. اللي انت عامله في نفسك ده عايده. امر الله يا استاذ. ايوه ربنا امر بايه بالظبط؟ اصل ربنا ما عندوش اوامر لناس وناس لا، اوامر ربنا بتبقى على الناس كلها. زي ما حضرتك شايف لبست النقاب. انت كنت امبارح من غير نقاب. اراده ربنا، ولما ربنا بيريد ارادته بتنفذ. اراده ربنا في كل شيء عايده. بس هتشتغل ازاي باللبس ده؟ لا ما هو حضرتك لما يعني ان شاء الله تروح الشغل انا هخلعه. يعني انت لابسه النقاب مخصوص علشاني؟ ما هو ما يصحش برضو يا استاذ، اي راجل غريب يشوفني. اربع سنين وانا بشوفك وبتشوفيني. بامانه ربنا شفت مني حاجه جرحت شعورك؟ اعوذ بالله، حضرتك راجل محترم. عايده مش عاوزه تكذبي عليا، انت اللي اخترت اللبس ده ولا حد فرضه عليكي؟ الايمان دخل قلبي. ايمان؟ من الايمان ومن اللي انت لابساه ده؟ شوفي يا استاذ عايده، انا ما عنديش وقت عشان اضيعه معاكي في كلام. ده غير اني ماليش ولايه عليكي اصلا، لكن ليا ولايه على بيتي هنا. اذا ما خلعتيش البتاع اللي انت لابساه ده فاخرك في البيت عندنا النهارده. اللي تشوفه حضرتك يا استاذ. القرار قرارك. الرحمه كويسه. هو اللي تعاوه من رب يتقطع عيشه؟ ده انا تتقطع رقبتي قبل ما اقطع عيش بني ادم عشان التزم بتاعه ربنا. بس مين قال ان اللي انت فيه دلوقتي من اوامر ربنا العباده؟ ها قلت ايه؟ يا بيه انا دخلت ومش ناوي اخرج. يبقى تاخدي لي هدومك. وانت يا ماما اديها حسابها وزياده شويه. روح يا عاد اعملي اللي بيه قال لك عليه.
هنعمل ايه؟ هنعمل ايه دي سهلة، واحدة من افريقيا ولا من اسيا، انما المصيبة الكبيرة ازاي بيخربوا عقول الناس البسيطة دي وفي وقت قياسي؟ اللي بيكرهوا البلد دي عندهم مخطط ونفسهم طويل، عايزين يرجعونا 100 سنة لورا. عارف انا اتكلمت معاها وقلت لها ان النقاب مش فريضة اسلامية، عارف قالت لي ايه؟ حتى لو مش فريضة اهو فضيلة. وهي المتخلفة دي تعرف تفرق بين فضيلة وفريضة؟ لا طبعا، هي بتردد اي كلام تحط في دماغها وبس. وبعدين مهما كانت الفضيلة حلوة وعظيمة تلغي الفريضة؟ بتسألنيش انا السؤال ده يا اشرف، اسألوا للعلماء والمشايخ اللي بقوا سايبين الدين سبوبة لأي حد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الإقامة عندنا مريحة يا أستاذ باهت؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لسه بتدعوا علينا برضو بعد كل صلاة يا أستاذ باهت؟ إحنا بندعي قبل وبعد، بس بندعي بالهداية للجميع وربنا يهدي الجميع. أيوة ربنا يهدي الجميع. أستاذ باهت عاوزك تكذبني. أعوذ بالله، وكذب سعادتك ليه بس؟ يعني لما أقول إن سلسلة محلات ملابس المحجبات والمنتشرة في المولات وأهم الشوارع التجارية اللي اسمها القدوة الحسنة دي كلها نشاط تجاري للجماعة، أبقى صادق ولا كذاب؟ هي ملك المستثمرين مسلمين، منهم اللي عضو في الجماعة ومنهم المحب للجماعة ومنهم اللي محب للحشمة بوجه عام. تفتكر سعادتك ناس قلوبهم بيضة بالشكل ده هيستثمروا أموالهم فين؟ أيوة بس الأموال دي بتصب فين في النهاية؟ أظن يعني من حق كل فرد أن يوزع الزكاة بتاعته بالطريقة اللي تعجبه. محلات الأكل والشرب دي كتير أوي، تحب أعدلك؟ يا سيدي العزيز، هو حرام المسلمين يكون لهم تجارة ببلدهم؟ لا 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 عم بهجت، وحد ربك، اللعب له أصول وقواعد، التجارة والزراعة والصناعة حق لكل مواطن مصري بشرط ما يكونش ممول لأي نشاط يهدد أمن الوطن، غير كده الناس تتملك، تتاجر، تزرع، تعمل مصانع. عشان كده سؤالي المحدد ليك، ما مصدر الأموال التي أنفقتها على تمويل أنشطة الجماعة؟ وتفضل راجع بنفسك، تفضل اقرأ، دي حاجة من حاجات. ولسه ياما في الجراب يا حاوي، تحب نتكلم عن تجارة الأراضي؟ تحب تشوف نشاط محلات الأساس؟ ولسه عندنا أنشطة أخرى كتير قوي، بس على كبير والمسؤول عنها أكبر منك بكتير، مركزه مهم قوي في الجماعة. ربنا يسهل ويخلينا نقابلكم ببعض. انتوا ليه عايزين الإسلام ضعيف وفقير؟ ياك تكون فاكر إن الجماعة بتاعتكم دي هي الإسلام. نفسي تتكلم عن الناس في مصر كلها والأغلبية للمسلمين. الزكاة اللي انت بتتكلم عنها من شوية دي انتوا بتوزعوها على أعضاء الجماعة بتاعتكم وبس، بقية فقراء المسلمين في مصر كلها انتوا بتعرفوش عنهم أي حاجة. زينا زي الحكومة بتاعتك. تفتكر حكومتك تعرف حاجة عن الفقراء اللي في البلد؟ بس الحكومة عندها ميزة، مش مربية دقنها ولا ماسكة سبحة عشان تخدع بيهم الناس، ولازم تعرف إن مسلم زيك وأفضل إن أنا أعيش تحت مظلة حكم مدني حتى ولو كان فاسد. على الأقل الفساد ممكن إصلاحه، لكن الخلاص من الفاشية تمنه محدش يقدر عليه عندنا. أحمد عبد العال سيد مرسي البنهاوي. السن؟ 21 سنة. المهنة؟ طالب جامعة الأزهر كلية التجارة. العنوان؟ الثابت ولا المتحرك؟ يعني ايه الثابت ولا المتحرك؟ يعني طلبة القرية اللي زي حالاتنا مالهمش عنوان ثابت في القاهرة، احنا بنكون خمسة ستة في شقة، يا بنطرد منها يا احنا نسيبها عشان غالية علينا كده يعني. يبقى العنوان الموجود في البطاقة. كفر رزة ساحة الباشا، كل ده ملوش لازمة. انا هنا غلط وكتاب اللي انا هنا غلط. اخواني ايه وبتاعي؟ انا مستعد اصرح معاك بالموضوع من اوله لاخره، احب كده، بس بلاش سين وجيم. مفيش سين وجيم، بطل كتابة. يلا صرحني يا احمد. اول هام انا ماليش دعوه بالعرض العسكري ولا كنت فيه، والدليل انا والله انا راضي ذمتك وضميرك يا باشا. البني ادم اللي واقف قدام حضرتك ده ينفع يعمل عرض عسكري؟ ده انا عندي انيميا مزمنه وعمري ما لعبت رياضه، حتى رفع الذراعين الاعلى اللي هي اسهل حاجه في الرياضه ما عملتهاش لا في ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي. او ما اجي اعمل عرض عسكري في الجامعه؟ طب ازاي يا باشا؟ ده انا هفتان وكتاب الله، ده انا بمشي اتكعبل. ممكن تقعد يا استاذ احمد؟ محدش قال انك كنت مشترك في العرض العسكري.
حتى مباحث أمن الدولة قالت إنك ما كنتش مشترك في العرض العسكري. الحمد لله والشكر لله. طب يتقبض عليا ليه؟ قول لي سعادتك. لازم عملت حاجة تانية. أي حاجة تخالف القانون أنا لا يمكن أعملها يا باشا. أنا كنت بشجع. كنت بتشجع مين بقى؟ الإخوان طبعًا. أنا قلت لحضرتك إني هكون صريح مع سيادتك. وأنا مبسوط من صراحتك. طلب الفلاحين الغلابة أمثالي وأمثالي دول كتير أوي. أول ما بيطبوا مصر القاهرة يعني على طول بنحس بالظلم. بنحس إن البلد دي مش لينا. إحنا مش قدها. نلف وندور فيها عشان نلاقي مطرح يتوينا. ما نلاقيش. كل الأبواب مقفولة في وشنا. والكلمة الطيبة ممنوعة. والفلوس اللي معانا ورق الجراد أغلى منها. اللي كنا فاكرينه يكفي شهر يطلع إنه ما يكفيش يوم. بس أدي الحكاية. وبعدين؟ تعمل إيه بقى لما يبقى حالك بالشكل ده؟ بعدين تلاقي حد بيساعدك لوجه الله. يا بيه أنا مش من الإخوان. بس الإخوان ساعدوني. جابوا لي سكن وإعانات شهرية ومساعدات في الدراسة كتب ومذكرات مجانية أو بتمن زايد. كان لازم أرفع شعار الإسلام هو الحل. أرفع اليافطة وألزق الشعار على كل حيطة. الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى منينا. أهتف وزعق بالشعار في كل مكان بمناسبة ومن غير مناسبة. ولو عايز أعمل أغنية وليها لحن هحاول. عاوز تقول الأول بس يا باشا كل اللي أنا قلته ده فيه أي تهمة؟ بشجع الإخوان. أنا حر. ما في ناس بتشجع نادي الزمالك والحكومة سايباهم في حاله. أفهم من كلامك أنك غير منتمي لجماعة الإخوان؟ لا غير منتمي. وبعدين عاوز أقول لحضرتك حاجة. جماعة الإخوان دي مش زي الأحزاب. الواحد لما بيروح ينضم للأحزاب بيقابلوا بالأحضان وبص على الخد اليمين وبص على الخد الشمال. إنما الإخوان حاجة تانية. هما اللي بيختاروا. وبعد إيه بقى؟ ده الفرز بتاعهم يا باشا لا مؤاخذة أشد من الفرز بتاع كلية الشرطة. يعني أنت كنت بترد الجميل. يا بيه المثل بيقول اللي ياكل عيش الكافر يحارب بسيف. بس بقى دول مش كفر. دول ناس مسلمين بجد. نفهم من كده إنك غير مؤمن بفكر الجماعة؟ اللي مش مؤمن النهاردة بيؤمن بكرة. إن ما كانش عن قناعة بيكون بالممارسة. طيب يا أحمد. افرض الحزب الوطني أو حزب الوفد أو حزب الأمة قدم لك مساعدة مشابهة لمساعدة الإخوان. كان ممكن ترفع شعارته؟ ما هي دي بقى المصيبة الكبيرة اللي حطت علينا. يا بيه إحنا مواطنين عايشين في دولة. الدولة هي اللي مسؤولة عن الناس اللي فيها. هي بقى اللي المفروض تحل مشاكلنا وتحقق العدل ما بيننا. الدولة لو سابت شعبها للأحزاب يقدم له إعانات بكرة بقى تسيبوا رجال الأعمال والأعيان وجايزة تجار المخدرات. إذا كان ده تفكيرك ليه الإخوان يقبلوا بيك؟ عشان أنا موهوب. أنا مؤلف هتافات وشعارات. عارف سيادتك أمن الدولة قبضت عليا ليه؟ أنا بلا فخر مؤلف هتاف إحنا مين؟ إحنا مين؟ إحنا المسلمين. أمن الدولة يا مسكين المسلمين المسلمين بالملايين. مين كان بيكلفك بأي حاجة تعملها؟ كلنا طلبة في بعض. دايما كده كان واحد يقترح وإحنا نتحمس. لكن أمر مباشر مفيش. يعني مفيش زعيم؟ رئيس؟ دي حاجات بيعرفها الناس اللي جوه الجماعة. أنا كنت لسه واقف على الباب لكن ما دخلتش. نفتح المحضر بقى؟ لازم يعني؟ أنت زي ما دخلت المحضر لازم تخرج المحضر. يلا يا سيدي. ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من إنك عضو في جماعة الإخوان المسلمين؟ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنا مستعد أسمع منك سورة ياسين كلها تاني خاصة أن صوتك جميل ما شاء الله. لكن عندنا تحية. وأنا جاهز. نبدأ؟
بمشيئة الله. الاسم؟ علاء حمد الفوال، كلية أصول الدين جامعة الأزهر. العنوان؟ العقدة الشرقية. اسمها إيه؟ العقدة. عارف حضرتك عقدة الحبل؟ مفهوم مفهوم. ما هي علاقتك بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة؟ علاقة وطيدة جدا. الأسرة كلها إخوان. اللي أبوه إخوان وجده إخوان. هيطلع إيه يعني؟ برضه إخوان. في حاجة يا باشا؟ توريث يعني؟ لا مش بالمعنى السائد. إنما تقدر تقول حضرتك انتماء حقيقي. ما هو قولك فيما هو منسوب إليك؟ شوف سعادتك، أنا ما عنديش حاجة أقولها. وأي حاجة منسوبة إلي أنا ما أعرفش عنها حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. الجواز اسهل. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبي. بتعمل ايه يا ابني؟ الجواز اسهل. رايحه فين؟ عشان خاطر مش عايزه تتعبي نفسك، انا عامل كل حاجه. لا 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 لا، انا مش تعبانه، اوعى اعمل قدامي، ده شغل ستات. لا ورجاله كمان. انت مش منهم. عارف ليه؟ عشان انت عمرك ما عشت لوحدك، كنت قلت يمكن يعرف. انت بتخش المطبخ صدفه، عشان كده بقول لك الجواز اسهل. والله يا ماما انت ست طيبه، بنات اليومين دول الشاطره فيهم يا دوب تعرف تقلي بيضه. وماله؟ اللي ما تعرفش تتعلم. يا ماما الدنيا اتغيرت. لا الرجاله بيتجوزوا عشان الستات تشتغل في البيت، ولا البنات عاوزين يتجوزوا عشان يشتغلوا في البيت. خسرت ايامنا. والله كانت الواحده فينا بتعمل كل حاجه بايدها. الست مننا كانت اميره وشغاله في بيتها في نفس الوقت. مشكله الشغاله دي طبت علينا في وقت غير مناسب. هنعمل ايه بقى؟ اذا كان في ناس مهمتها انها تصعب الحياه وتعقدها من غير لازمه. بدري يوسف فضالي، سن 22 سنة، المهنة طالب بطب الأزهر. العنوان 27000 شارع الرهوان حدائق الوقت. انت مكشر كده ليه؟ بالضرورة أحكام. ما هو لو في حاجة تبسط كان زمان وشي بيضحك. انت عضو في جماعة الإخوان؟ شرف، ما اقدرش أتخلى عنه. عارف إنها جماعة محظورة؟ محظورة من الحكومة لكن من الناس لأ. إيه اللي خلاك تنضم للجماعة؟ عشان جماعة معارضة، جماعة مش عاجبها اللي بيحصل في البلد. ما في أحزاب معارضة كتير كان ممكن تنضم لأي حزب. إشمعنى الإخوان؟ واخدينها جد. يعني أنت ما عندكش أسباب دينية؟ أنا مسلم زي بقية المسلمين. في رأيك يا جماعة دينية ولا جماعة سياسية؟ في الحالتين التهمة تودي السجن. وبالتالي أرفض الإجابة على هذا السؤال. بدل ما ترفض، من حقك تقول آه أو لأ. وأكذب ليه؟ خليها كده. أرفض الإجابة. خلاص زي ما تحب. ده تحقيق ده ولا إيه بالظبط؟ لا لسه التحقيق ما ابتداش. الراجل لسه القلم بتاعه مقفول والورق لسه جوه الدوسيه. دي مجرد دردشه، تبادل وجهات النظر. حضرتك الخصم بتاعي، هتبادل معاك وجهات النظر على اي اساس؟ النيابه ما هياش خصمك الا اذا ارتقت انك متان. طول ما انت بريء هي معاك. في الحاله دي بقى ما تطلب لنا شاي بس كده. افندم طعم شاي بسرعه. ده شاي مش اللي بنشربه في مباحث امن الدوله؟ طعمه ايه الشاي بتاع امن الدوله؟ بعيد عن سعادتك، وسيله من وسائل التعذيب، شاي رديء بس في ميزه، ممكن ما تشربوش وتبعد عن التعذيب. في حد بيضربك في امن الدوله؟ لا، ما هو الشاي الوحش بدل الضرب. بس انت على اي اساس شايف ان الاخوان هم البديل الافضل؟ شوف سعادتك، جايز يكونوا أسوأ من الحكم الموجود دلوقتي، لكن لازم يبقى في تغيير، تبقى في ديمقراطيه بجد. تبادل السلطة؟ بتقول ايه؟ بقول لحضرتك تبادل للسلطة. احنا عندنا ناس قاعدين على الكراسي بقالهم 20 سنة واكتر. السلع المعمرة عمرها الافتراضي اقل من 15 سنة. العربية اللي عمرها 15 سنة ممنوع تشتغل تاكسي. ما بالك بقى بالبني ادم. حضرتك بتضحك على ايه؟ وانا بقول حاجة غلط؟ لا، بس انت جاي تطلب تداول السلطة من الاخوان. على فكرة مفيش حد قاعد على كرسي الحكم وسابه بمزاجه. والاخوان نفس الشيء. مفيش مرشد واحد اتخلى عن المنصب وهو عايش. دايما المرشد الجديد بعد وفاة اللي قبله. وإذا اعتبرنا مكتب الإرشاد هو مجلس الوزراء، هتلاقي أعضاء كتيرة قوي في المكتب
عمرهم الافتراضي من عمر العمارات السكنيه. انا كده بقيت زي المستجير كالمستجير بالرمضاء من النار. الحل انك تدور على فريق ثالث تلعب معنا. للاسف المساله مش زي كوره، دي تفرق كتير قوي. صحيح. قول لي، بما انك معترف انك عضو في جماعه الاخوان وان انت طالب في كليه طب الازهر، فبالتاكيد تعرف زميلك تيمور عبد الحميد. طبعا ده مشهور كمان. وضعه ايه بالظبط؟ مسؤوليته ايه عن نشاط الجماعه داخل الجامعه؟ عادي زي اي حد في طلبه الاخوان. واضح انه شخص قيادي. ارفض الاجابه على هذا السؤال. انت نسيت، التحقيق الرسمي لسه ما ابتداش. صحيح، تيمور عبد الحميد انضم لجماعه الاخوان بعد قصه حب، متاثرا بقطب اخواني كبير وشهير، وحماسه للاخوان يفوق حماس فضيله المرشد نفسه. ياه، للدرجه دي؟ للدرجه دي. ممكن اعرف السبب؟ السبب كل الناس تعرفه في كليه الطب. قطب الاخواني الشهير ده طبيب يملك مستشفى المروءه والاحسان، وبنته لمية زميله لينا بالمستشفى، والناس على دين ملوكه. نجيب شاي تاني؟ شاي ونفتح المحضر. اهلا يا استاذ عبد الحميد. اهلا. ايه بس يا اشرف يا ابني، ايه اللي بتعمله فينا ده؟ في ايه بس؟ قهوه، نتقابل على قهوه؟ ما انت عندك بيت واحنا عندنا بيت، ايه اللزوم قله القيمه دي؟ الناس يقولوا علينا ايه يا استاذ عبد الحميد؟ انا يا دوب سايب النيابه وخارج من مكتب مقفول عليا. اهو الواحد يشوف الدنيا. تشرب ايه يا حاج عبد الحميد؟ فنجان قهوه ساده يا ابني. وانا كمان عايز قهوه ساده. وشيل الشاي ده عشان مش عاجبك. والله العيب مش عندنا يا باشا، الميه كل يوم ليها طعم وريحه، دي مش تبوظ طعم الشاي وبس، دي تبوظ طعم الدنيا كلها. عايز كده بقى، هتبقى القهوه نفس طعم الشاي. طيب افتح لنا ازازه ميه معدنيه واعمل لنا منها فنجانين. امرك يا استاذ. خير يا اشرف بيه. طمن يا استاذ عبد الحميد، كل الطلبه المحجوزين على ذمه التحقيق في الغالب هيفرج عنهم كلهم، بس المساله مساله وقت واجراءات. عشتنا طيرت بين يوم وليله يا استاذ اشرف. الهم بقى ساكن معانا على طول من يوم المصيبة دي ما جت لغاية عندنا. الله يسامحه بقى تيمور. مصيبة ليه يا أستاذ عبد الحميد؟ ما هو إحنا كده اتسجلنا واترصدنا على إبننا إخوان، وكل خطوة من هنا ورايح هتبقى محسوبة علينا. مين الجبار اللي لعب في دماغه بالسرعة دي؟ ده اللي عاوز يبرمج تليفون محمول بياخد وقت أكتر من كده. أدي القهوة النقية. على مالك يا ابني؟ اتفضل. وبقية المية المعدنية والتسقيفه دي ليه؟ طيب شكرا يا ابني. استاذ عبد الحميد انا عاوز اطمنك، تيمور مش اخواني اصيل. يعني ايه؟ يعني ما عندوش قناعه كافيه. امال راح ليه؟ تيمور يا اما عاشق والهان او انتهازي صغير. هو انت استجوبته؟ هو لا، لكن استجوبت زمايله وقدرت اعرف منهم اصل الحكايه ايه بالظبط، ودي بقى تبقى تناقشوا فيها بعد ما يخرج بالسلامه ان شاء الله. طب ما تقول لي ايه الحكايه بالظبط وريحني يا اشرف بيها. تيمور دخل في قصه حب. حب شريف طبعا، مع زميله ليه في المستشفى اللي بيتدرب فيها، وزميلته دي ابوها طبيب اخوان كبير وصاحب المستشفى. سبحانك ربي لا اله الا انت، اني كنت من الظالمين. ارجو ان حضرتك تكون فهمت وجهه نظري. مفهوم يا ابني، مفهوم. المساله مغريه، ابوها صاحب مستشفى، يعني اكيد هيتخرج يلاقي العروسه والوظيفه. اكيد حسبها في دماغه. الحكومة هتعينه دكتور ب200 جنيه في الشهر، ده بكتير. بس دول كده يعني يبقوا يعني ايه يا استاذ عبد الحميد؟ تيمور هو اللي راح لهم برجليه وعليه يقبل شروطهم اذا كان عندهم شروط. ايوه، ونظلمهم ليه؟ مش يمكن هو اللي اتطوع؟ على كل حال المسائل دي موجودة عندنا وعند غيرنا. تيمور طمع في الثروة والسلطة. طب الثروة جايز، انما ايه السلطة اللي عند الاخوان؟ سلطة التأثير في الناس. يجوز. عموما الاخوان عندهم اماكن خاليه كتير تستوعب عشرات زي تيمور. اي والله عندك حق، انما حزب الحكومه كامل العدد وقوائم انتظار الانتهازيين الجدد طويله وملهاش اخر. ليه كده يا ابني؟ ليه تعمل في نفسك كده بس يا تيمور؟
صباح الخير يا ابو ساميه. نهارك ابيض يا عم فتحي. اهلا يا فتحي يا ابني، حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حماتي. ابويا اهلا يا حبايبي يا حلوين، تعالوا تعالوا. ربنا يخليك لهم وما ينحرموش منك ابدا ويفرحك بيهم. يسمع منك ربنا يا حماتي. اخش اصحي لك مراتك؟ ايه ده؟ هي هنا؟ هنا. خير؟ ما رحتش شغلها ليه؟ يبقى اسالها انت بقى. خد يا مصطفى. عايده. يا عايده. عايده. اصحي يا حبيبتي، جوزك وصل بالسلامه. الحمد لله على السلامة يا فتحي. الله يسلمك، أنا قلقت عليك لما عرفت إن أنت في البيت وما رحتيش الشغل، خفت لا تكوني تعبانة ولا حاجة. لا أنا صحتي عالي العال. لازم اللي مشغليني كانوا مسافرين ولا حاجة. يا أخويا يسافروا ولا يقعدوا، هم حرين بقى، ربنا يسهل لهم. طردوني يا فتحي. طردوكي؟ عايدة. هو يا كلش طلعت بدماغك يا عايدة وعملت حاجة غلط؟ ولا كوني مديت ايدك ولا حاجه؟ جرى ايه يا فتحي؟ هو انا من اللي بيعملوا حاجه غلط ولا بيمدوا ايديهم؟ طردوني عشان عملت الصح، عشان ما رضيتش اغضب ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله. تغضب ربنا ازاي يا عايده؟ وبعدين الناس كمل وعارفين ربنا، وانت قلت كده بعاتبه لساني. عملوا ايه بالظبط يا عايده؟ وهم ما عملوش حاجه يا ابني، مراتك هي اللي عملت، واللي عملته ما عجبهمش. مراتك لبست النقاب يا فتحي. نقاب؟ لبست النقاب يا عايده؟ ايوه. انا مش مصدق، فين النقاب ده؟ عندها طقمين جوه، خش هاتيهم فرجيهم لجوزك. ده الحكايه بصحيحه على كده. قبل اي حاجه انا راجع من سيد الجواني تعبان، وعينيها ما شافتش النوم بقى لها يومين، وضهري مقطوم الحموله اللي عتقتها، وجبت لك الدش اللي قلبت دماغي بيه. حياه امك مع ولادك. ماشي يا فتحي ماشي. دقن دي كلها ومش اخوان؟ سعادة الباشا، الإخوان من غير دقون، وفي منهم بدقون. بعدين من إمتى كانت الدقن دي علامة تقوى ولا إيمان؟ لما الكفار كلهم كانوا بدقون، والمسلمين كمان كانوا بدقون، أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طب أنت مربيها ليه وبالطريقة دي؟ ما بلاش إحراج يا باشا من فضلك. وأنا بسألك عن شيء غير ظاهر فيك، ما أنت بتقابل الناس كل يوم بالدقن دي. سعادة الباشا، أنا قلت لحضرتك قبل كده في التحقيق إنه أنا ساكن في حارة منتصر المتفرعة من حارة عبد الجليل المتفرعة من حارة مسعدة أم الخلاخيل، شارع وكاشة اسطبل عنتر. إيه علاقة ده بدقن حضرتك طالما إنك مش مربيها لأي سبب أو غرض ديني؟ مفيش مية، مفيش مية عشان أحلق. سعادة الباشا، حضرتك تعرف أين يقع اسطبل عنتر في خريطة جمهورية مصر العربية؟ في جبل المقطم. عمرنا ما سمعنا إن المية طلعت جبل قبل كده يا سعادة الباشا، فسبتها تاخد راحتها. بعد كده ببقى بهذبها بالمقصع الناشف. انت مراوغ كبير قوي. لا انا بقول لحضرتك على الحقيقه. الصور وانت شفتها كنت في قلب الاحداث فعلا، ومباحث امن الدوله بتقول انه تم القبض عليك في مساكن المدينه الجماعيه مع اتنين من زمايلك في جماعه الاخوان. ده حقيقي؟ عايز تفسير. انا كنت جوه الاحداث فعلا، كنت مشارك فيها وشاركت عن قناعه وبدون تكليف من اي حد. انا كنت متطوع. متطوع؟ ها؟ متطوع. أي معارضة للحكومة أنا معاها على طول، مش فارقة معايا بقى إخوان مش إخوان، مش مهم. أي لمة ناس أعرف إنها ضد الحكومة بخش فيها طوالي. والسبب؟ والله يا باشا الإجابة على سؤال حضرتك من كلمة واحدة بس، مش بالكلام، بالمشاهدة. تعال عندنا في مرة وأنا عازمك يا باشا في اسطبل عنتر، شارع وكاشة، حارة مسعدة أم الخلاخيل، متفرعة من حارة عبد الجليل منتصر. قلت لك قبل كده بطل مراوغة. فين هي بس المراوغة دي يا سعادة الباشا؟ أنا بقول لحضرتك على الحقيقة. سعادة الباشا اللي عايش عيشتنا دي لازم يبقى معاه أي معارضة، حتى لو كانت معارضة كدابة، حتى لو كانت معارضة عاجزة عن إنها تعمل أي حاجة، حتى لو كانت معارضة فاسدة. عارف حضرتك يا سعادة الباشا اللي عنده وجع في جنابه الاتنين بيعمل إيه؟ أنا أقول لحضرتك هو بيعمل إيه؟ بيتقلب على الجنبين، ينام على الجنب ده، وبعد كده لما يريح ينام على الجنب التاني، والألم وراه وراه. ساعة الباشا إحنا عايشين مع الإهمال والفساد والجشع والاحتقار والخوف. إحنا عايشين مع الخوف.
الخوف لو جابها مع اي هزه ارضيه يبقى كله فوق دماغنا. تعال عندنا يا باشا في الحته وانت تعرف انا ليه مع اي معارضه. يا حسين انت مقبوض عليك وسط مجموعه نشطه من الجماعه. ده صحيح يا باشا، انا ما انكرتش، بس لازم برضو يكون عندي صحاب عندهم ميه في الحنفيات، عندهم دش بينزل ميه. مش معقوله يعني هخش على واحد صاحبي من دول وهو قاعد مع ابوه وامه واخواته اقول لهم السلام عليكم انا صاحبه على فكره، هخش بس اتحمى واخرج على طول. عايز تصدق الكلام ده؟ وانا مش عايز حضرتك تصدق الكلام ده يا باشا. ليه؟ عشان عايز ابقى مذنب ومدان. برضو ليه؟ ساعات الباشا انا لو خدت حكم ودخلت بيه السجن اكيد اكيد العيشه فيها هتكون اكرم واحسن وافضل بكتير قوي من العيشه في حاره منتصر المتفرعه من حاره عبد الجليل، المتفرعه من حاره مساعدة ام الخلاخيل. استنى لحظه، هل لديك اخوال اخرى؟ كتير قوي، بس يا رب يكون ده حضرتك وقت عشان تسمعها. انتهت اخوانا. فهمت يا حسين؟ حاضر. وبعدين في خانقة المرور اللي احنا فيها دي هتفضل مخنوقة كده على طول؟ زعلان من خانقة المرور بس؟ أمال تقول إيه في الخانقة اللي البلد فيها كلها؟ ألو؟ أيوه؟ موجود. تليفون لفضيلتك يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا 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 بابننا العزيز. ايه في اخبار ساره؟ هاتها بسرعه. بارك الله فيك بارك الله فيك، هي فعلا اخبار ساره، جزاك الله كل خير، مع السلامه. النمره دي ليها مده معاك؟ اطمئن فضيلتك، دي نمره جديده خالص بتاعت اخ فاضل فرارجي من الزقازيق. ايوه كده، خلي بالك مش عاوزين اخواننا البعدة يلزقولنا اكتر ما هم لازقين. والاخبار السره دي يا مولانا سر ولا مباحه؟ لا مباحه طبعا. نيابه امن الدوله افرجت عن ولادنا الطلبه بتوع الجامعه، مش كلهم طبعا، شويه منهم. ما هي دي طريقه الحكومه، لما يقبضوا علينا ياخدونا كلنا، ولما يفرجوا عنا تسيبنا بالتقسيط المريح ومن غير انتظام في المواعيد. لا انا كده هتاخر قوي، عندي ميعاد. الضروره لا احكام يا مولانا. احكام زي اللي بناخدها ولا اخف شويه؟ مولانا اتأخر قوي. مولانا اتصل من لحظات، هو على وصول. المرور انت عارف البلد مخنوقة. تحب تاخد قهوة تاني؟ لا 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 اشكرك، فنجان واحد كفاية. هو حضرتك قلت لي من جورنال ايه؟ لا انا مش من جورنال، انا الجورنال، انا صاحب الجورنال ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. المقامات محفوظة، ما هو باين. انا كان سؤالي عن اسم الجورنال. صوت الناس، اسم الجورنال صوت الناس. صوت الناس ده جورنال جديد؟ مش جديد قوي، احنا بقالنا في السوق 3 سنين ونص. معقوله ما رضوش؟ الحقيقه ما وقعش تحت ايدي يا سيدي. بسيط، اديني بس العنوان وانا ابعت لك نسخه توصلك لغايه البيت. لا ابعتها لي على هنا، انا طول اليوم موجود هنا. استاذ وفيق، مولانا وصل. اتفضل يا استاذ عزت. اتفضل سعادتك. انا متشكر. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة مولانا وصل من لحظات، هو عنده مقابلة صحفية دلوقتي. أنا مش عارف المقابلة هتخلص إمتى، أول ما فضلته يخلص
هطلب حضرتك. مع ألف سلامة. أهلا وسهلا. شرف كبير إني أقابل فضيلتك، وشرف أكبر موافقة فضيلتك إجراء حوار للجورنال بتاعنا. شوف يا أستاذ عزت، بخصوص الحوار أنا مانع نفسي من إجراء حوارات، لأني ما بخبيش حاجة وبقول كل اللي عندي، وجرايد الحكومة وقفالي على الوحدة، دول زي صيادين التعبين بيدخلوا الشقوق ما بيصدقوا يلاقوا كلمة شاردة ويعملوا منها حكاية ورواية. هنا بقى دور الصحافة المستقلة عشان توضح وجهة النظر التانية. بص، احنا لا عاوزين توضيح ولا غيره، ولا بنعمل اعتبار للكلام اللي بيقولوه زمايلك بتوع الحكومة. زمايل المهنة يعني؟ زمايل المهنة والحزب. انت ناسي ان انت عضو في حزب الحكومة يا استاذ. فضلتك عرفت ازاي؟ انت فاكر جماعة الاخوان دي جماعة رحلات ولا جماعة موسيقى؟ هو انت مش اسم حضرتك بالكامل عزت محسن رشد المر؟ تمام. اسم الوالدة رجاء خالد ابو المكارم. دي حاجة ما تخصناش، والدتك وانت حر فيها. اللي يخص فضيلتك ازاي صحفي منتمي للحزب الوطني يحاور اهم شخصية في جماعة الاخوان. ودي برضو ما فيهاش حاجة، وطني، وفد، تجمع، تكون زي ما تكون مش فارقة. حضرتك بتشوف الجورنال بتاعنا؟ طبعا لازم نشوف كل حاجة، لازم الواحد يبص حواليه. طلباتك. فضلتك وعدتني بالحوار. انا وعدتك بالمقابلة وديك مشرفنا. كنت طمعان في دعم اعلاني من الشركات التابعة ليكم. هو انت الجورنال بتاعك مش في قسم خاص بالاعلانات خليه ينشط مع الشركات دي؟ إن شاء الله ينشط، لكن بتوجيهات من سيادتك. عشان خاطري بلاش حكاية التوجيهات دي، خلي التوجيهات لبتوع التوجيهات، احنا ناس بتوع ربنا. ونعم بالله، بلاش توجيهات يا مولانا، نخليها بتزكية من فضيلتك، وإن شاء الله قسم الإعلانات يحقق نتيجة كويسة. هو الجورنال بتاعك بيوزع كام نسخة؟ حالياً 35,000، والحمد لله بتزيد. بس أنا المعلومات اللي عندي بتقول إنهم 14,000 نسخة بس. وأنا ما أقدرش أكذب سيادتك. اعتبر نفسك بتوزع من العدد اللي بعد اللي جاي 15,000 نسخة. هنشتري 1,000 نسخة بس. بس إيه؟ دول 2,000 جنيه في الأسبوع يا مولانا. أنتوا بتشتروا بال5,000 وال10,000 من جرايد، ممكن أقول لفضيلتك عليها. وتقول لي عليها ليه؟ ما انا عارف كل حاجة. انت فاكرني قاعد هنا شيخ طريقة؟ ما كلهم ابتدوا زيك كده. وانا في الخدمة. في الوقت الحالي مش عايزين منك خدمات يا اخ عزت. احنا منهجنا قائم على التأني والتريث، قفزات الارانب دي خارج المنهج بتاعنا تماما. جنب الالف نسخة مفيش اعلانات؟ اديني فرصة وربنا يكرم. بعد إذن فضلتك أنا لازم أخد ولو ملو عمود عشان الجورنال، أو تصريح ننفرد بيه وهو يبقى بداية تعاون. اكتب إن مسرور إنهم أفرجوا عن ولادنا طلبة الإخوان في جامعة الأزهر. تيمور تيمور يا ابني، سلامتك. ايه جرى ايه؟ ايه اللي حصل عشان الفضيحه اللي ملهاش لازمه دي؟ تيمور يا عبد الحميد، تيمور خرج بالسلامه. تيمور اهو شايفه. بس ايه لزومها الزغاريد دي؟ ولا هو ما شافهمش وهم بيعيطوا، شافهم وهم بيزغرطوا؟ الله، نقول للناس ايه يا حاج؟ نقول لهم ابننا كان في السجن ولسه خارج؟ طب لو سألونا كان مسجون في ايه؟ هنعمل ايه؟ نقول يا اللي مش عارف تعال اعرف. اقفلي باب الشقة يا حاجة وبلاش كلام فارغ. الحمد لله على السلامة يا دكتور. الله يسلمك يا بابا. قول لي يا ابني، أنا علمتك تكذب؟ لا. معنى كده إنك هتقول لي الحقيقة لو سألتك عليها؟ طبعا وبكل صراحة. بذمتك يا ابني، أنت ليك في الإخوان؟ لا. طيب ليك في أي جماعة إسلامية تانية أيا كان نوعها؟ لا. بس ليك في الإسلام؟
الإسلام اللي احنا نعرفه، شرع ربنا وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الشرع اللي أنا علمته لك قبل حتى ما تعرف ألف به. حضرتك عارف كده كويس. أمال ليه؟ ليه؟ يمكن اتاخد غلط، ما كتير بيتاخدوا غلط. طولي بالك أنت شوية يا حاجة، رد عليا يا دكتور تيمور، أنت ليه بقيت إخواني فجأة كده؟ بابا حضرتك واخد فكرة غلط عن الإخوان. كده؟ موافق، أنا واخد فكرة غلط عن الإخوان، هات لي أنت بقى الفكرة الصح وأنا مستعد أبلعها كأنها حباية أسبرين. الإخوان زيهم زي أي حزب، مفيش فرق بينهم وبين أي حد تاني. من حزب الوطني لحزب الأمة، كلهم أصحاب مصالح، وكلهم وحوش غابة. فيهم الأسد والنمر والضبع، عد كده لحد لما توصل للفيران. وزي الأحزاب دي كلها ما فيها مستغلين ومنافقين وكذابين زفة، الإخوان كده برضه. هو هدف واحد ليهم كلهم، وكل واحد بيحققه بطريقته. الإخوان اختاروا من يوم ما ربنا خلقهم الطريق اللي الناس بتحب تمشي فيه، الدين، لكن اللي جواهم هو اللي جوا كل الأحزاب. طب لما أنت عارف كده رحت لهم ليه برجليك وإزاي؟ أو هنا بقى هتزعل مني، وأمي كمان هتزعل مني. ابنكم يا جماعة انتهازي، ويا إما أنا انتهازي واضح وصريح، يا إما أنا حسبتها غلط. أنا لما عرفت إن نهاية التفوق والدراسة في الآخر 300 جنيه في الشهر، يعني يا دوبك تمن أكلة كباب لنفرين عند أي مطعم كبابجي على قد حاله، وإن في الآخر هتحول لموظف بدل ما أكون عالم أو باحث، فما صدقت لقيت باب مفتوح. حبيت زميلتك اللي هي بنت قطب إخواني كبير وصاحب مستشفى خاص. ده حضرتك عارف. لقيتك بتقول الحقيقة يا ابني، فرحت بيك. ولأن الإخوان لازم يتجوزوا من بعض، واللي مش إخوان لازم يبقى إخوان عشان الجوازة تتم، أنت دخلت الإخوان، مش كده؟ بس اللي ما تعرفوش بقى يا حبيبي انه مش كفايه ان العريس والعروسه يدخلوا الاخوان، لا ده لازم العيله كلها. طيب كنت هتعمل معانا ايه لما يطلبوا منك تجيب عيلتك؟ انا قلت لحضرتك في اول كلامي انا انتهازي. قلت الكلام ده في النيابه؟ لا طبعا. ليه؟ انا اكشف نفسي قدام اهلي، على الاقل هيستروني لما يلاقوني عريان قدامهم، لكن قدام النيابة هبقى مفتوح. أنا كنت قدام وكيل النيابة إخواني صميم. تسلم يا ابني. طيب بما إن مشروعك الانتهازي ده فشل وباص، قولي أنت ناوي على إيه؟ والله طول ليالي الحبس وأنا بفكر في الموضوع ده. ويا ترى وصلت النتيجة؟ تقريبا بإذن الله. أول ما أخلص دراستي أسافر بره، وزي ما تكون تكون، ما هي مقفله هنا. ماشي ماشي، اسيبك انا بقى تقعد مع امك تتناقشوا في مساله السفر، تحكي لها عن ايام الحبس. اما انا فكفايه قوي عليا لحد كده. ده انا حتى مش عارف اتمنى لك ايه، انك تطلع انتهازي بجد ولا اخوانجي بجد ولا ايه بجد. ربنا يهديك وينور بصيرتك. انتوا متاكدين انها محكمه عسكريه؟ ايوه فضيلتك، معقول ننقل المعلومه غلط؟ الله، الامر من قبل ومن بعد، بقى التائبون العابدون، السائحون الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، يتقدموا المحكمة عسكرية، والسفلة والقوادين والفاسدين والطغاة أحرار بيبرطعوا في البلد زي ما هم عاوزين. يا سيدي عارف، والله عارف إنهم سامعيني دلوقتي، ويمكن يكونوا شايفيننا كمان. يتفضلوا يتفضلوا يقبضوا عليا لو عاوزين. المسألة دي لازم واجهتها إعلاميا. من حق المواطن إنه يتحاكم قدام قاضيه الطبيعي. طب والعمل فضيلتك؟ هاتولهم كبار محامين أعضاء جماعة الإخوان ومحامين حقوق الإنسان
وأعضاء المنظمات الحقوقية والإنسانية. لازم نوجعهم زي ما وجعونا. هما مش خايفين لا نعمل لهم حزب، هنعمل لهم الحزب. حزب؟ بس احنا كده بنخرج عن الخط وبنخالف تعليمات ومنهج الإمام حسن البنا. واحنا خالفنا منهج الإمام رحمة الله عليه في ايه؟ الإمام رحمه الله كان رافض الأحزاب وله رأي قاسي بخصوصها. ورأي الإمام سلام الله عليه ايه يا دكتور؟ رأيه ان الأحزاب مفسدة للأمة. أعتقد أنه كتب مقال سنة 46 قال فيه: آن الأوان أن ترتفع الأصوات بالقضاء على نظام الحزبية في مصر. وكان رأي فضيلته أن الأحزاب بتقسم الأمة ولا تتفق مع المنهج الإسلامي. زمن الإمام غير الزمن ده خالص. والإمام رحمة الله عليه كان بيتصرف حسب مقتضيات الأمور. لكن ما شاء الله عليك لسه فاكر آراء وأفكار الإمام رحمة الله عليه. الإمام الراحل لا ينسى، لا هو ولا أقواله. ده صحيح. أنا كمان فاكر إن الإمام المرشد الأول قال في رسالة التعليم: يتعين على العضو الثقة بالقائد والإخلاص له والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. أيوة عندك شغل. مش فجأة كده يا أستاذ، ما أقدرش أشتغل في الخارجي وأنا لابسة فستان قصير ممكن الهواء يطيره، ده غير الكعب العالي، وحضرتك عارف الشوارع بتاعتنا. وأنت عارفة الشغل عندنا، وبالذات في البرنامج اللي أنت على قوته. الشغل هو اللي بيفرض نفسه مش إحنا اللي بنختاره، ودلوقتي في شغل ومستعجل. بعد إذنك لو فيها سفر المسألة هتبقى صعبة. هي مسألة صعبة فعلاً، بس ما فيهاش سفر. جات لي معلومة إن في راجل عجوز عامل نفسه خطيب ولم حوالين الناس في جنينة الأرمان. فاكر نفسه في هايد بارك وسايبينه؟ عايزك تلحقيه وهو لسه شغال، تنزلي تصوريه من غير ما يحس ان في اي حد بيصوره. وخلي بالك لو ظبطتي الموضوع ده قررت عينك هيبقى عمدي من رئيس مجلس الاداره بكره. ايه مالك؟ اصل حضرتك بتحسسني جاي اطلب منك وظيفه وانا بكره كلمه وظيفه. يا ستي ما تزعليش، ماشي، بس انزلي بسرعه علشان العربيه والكرو كلهم مستنينك تحت. فرضنا ما راحش جنينه الاورمان، هتلاقيه في اي جنينه تانية. انما هو غاوي جنينه الاورمان، شكله كده له ذكريات حلوه فيها. هايت بارك وتطلع ايه هايت بارك دي؟ لا وحياة امه تقول لي راجل عجوز ولا حتى لسه في اللفه. كل واحد عندي هنا لازم يلزم حدوده، والا والله العظيم الجنينه دي لو هتعمل لي مشاكل انا مستعد احولها جراج ياخد له 2000 عربيه وحل لي مشكله من مشاكل المرور. انا عايز الراجل ده، عايزه يعمل لنا هايت بارك عندنا هنا في المديريه. ولا على قوة إلا بالله. الراجل ضيع نفسه عشان كلمتين قالهم. ربنا معاه، هو ده حمل بهدلة يا جدعان، ده رجليه مش شايلاه. هلف الهدوم اللي كنت لابساها والهدوم اللي عليا هي اللي هحاسب عليها دلوقتي. في ايه مالك بتبصي لي كده ليه؟ الاسعار جوه الهدوم. يعني ايه؟ يعني حضرتك تغيري تاني وتلبسي هدومك وبعد كده نحاسب على الهدوم الجديده، وانت حره بقى تتصرفي فيها زي ما انت عاوزه. هي فين الاسعار؟ خدي بقى حسابي بسرعه عشان عندي شغل. والنبي بسرعه بس عشان انا مستعجله. ايوه هو خلاص؟ لا مش خلاص، لكن تقدري تقولي كده تفرق الجمع.
شكلك جيتي متاخره يا انسه. انت فارق الجامع ازاي يعني؟ انا اقول لك، انت عارفه الديب لما يهجم على عشه فراخ بيتفرق الجامع. قصدك البوليس هجم وخطف الديك اللي كان بيصيح؟ الصراحه انا اول مره اعرف ان بتوع التلفزيون حلوين قوي كده. متشكر. طب انت فاكر هو قال ايه؟ قال اي حاجه تزعل حد؟ انا حافظ كل كلمه قالها بصراحه. الراجل كان بيقول كلام موزون وعشرة على عشرة، كل كلمه كانت بتخرج من بقه كانت بتخش في قلبي. طب تقدر تقول لنا هو قال ايه بالظبط؟ انت عارفه لو حد غيرك طلب مني الطلب ده انا لا يمكن اوافق، بس في ناس معينه ما تعرفيش تقول لها. محمود شغل الكاميرا. عينيا. هطلع في التلفزيون ان شاء الله. امتى؟ اديني موبايلك وانا اقول لك. ما عنديش. طب تليفون عادي. مع اصل انا بجيب كارت ب 5 جنيه واروح حاطه في الكابين واروح مد. حضرتك شغال ايه بالظبط؟ انا عاطل. طب لما نحب نلاقيك نوصل لك ازاي؟ في الجنينه، انا 24 ساعه قاعد في الجنينه. اقول لك على حاجه، اديني انت تليفونك وهجيب لك كارت ب 10 واقفل عليها الكابينه برضه واقعد. طب خلاص خلاص لما نخلص. جاهز؟ انا جاهز. طيب ممكن بقى توريني بالظبط هو عمل ايه؟ قوي قوي. بص، هو لما طلع، هو راح طلع مفيش حاجه، الراجل راح طلع هنا وراح قايل هلمه هلمه، أنا جاي أحذركم من التتار، بس التتار بتوع الأيام دي، وبقول لكم إن الجنينة الجميلة دي مستهدفة، التتار عينهم عليها، والنهاردة الأرمان، وبكرة حديقة الحيوان وجامعة القاهرة كمان، والحكومة مستعدة تبيع، تخصص وبعدين تبيع. التتار مسكوا بدل السيوف فلوس، وفلوس التتار بتقطع رقاب، بتقلع الشجر الأخضر من جذوره، بتهدم بيوت، بتخرب زمن. الفلوس اللي في إيد التتار بتسن القوانين اللي على كيفها وعلى مزاجها. فاكرين المسرحية اللي عادل إمام بيقول فيها كل واحد يخلي باله من لغاليغه؟ أنا بقى بقول لكم خلي بالكم من بلدكم. تمام يا باشا، تم الاستقبال وجاري التنفيذ. اطلع على الأرمان يا ابني. قال إيه عشوائيات؟ وهو مين اللي عمل العشوائيات؟ عقول عشوائية. ولعلمكم العشوائيات ابتدت في البلد دي من بدري. هي المساكن الشعبية اللي حوطت القاهرة في عزها كانت إيه؟ كانت بداية العشوائيات. أياميها الناس فرحوا بيها، وإحنا بنفرح بأي حاجة. بنفرح لما تهب علينا نسمة باردة في يوم حر. كان يجرى إيه لو كانوا عملوا الشقق واسعة وشرحة عشان تسع العيلة؟ مسكينة يا بلد. كبسة اخلع يلا يا بودة على الكل. تعال هات بلس، تعال واقف واقف عارفة اخلع يلا. عشان قلت لك شفت وانت يا حلوة بتعملي ايه هنا؟ هي ناقصة بتوع التلفزيون؟ هاتوها هي واللي معاها. الأرمان اتضربت، الأرمان اتضربت. تروح فين يا متحسب يا أوبنر؟ اهرب. وانت لابس طربوش ليه يا جدو؟ انا البس طربوش، البس عمه، البس برنيطه، دي حريه شخصيه يا ابني. يا راجل ده انت الوحيد اللي في مصر لابس طربوش، ولا انت بقى عايز تلفتيك الانظار يا جدو ولا ايه؟ ولا ده فيلم بتصوروه ولا ايه حكايتكم بالظبط؟ اولا بالنسبه للطربوش فانا قررت الرجوع ليه بارادتي، بيفكرني بالايام الحلوه. طب بس خلي الايام الحلوه ليك يابا. محضر اتفتح. اسمك يا عم الشيخ؟ أحمدي محفوظ فج النور. سن؟ أنا من مواليد 24. احسبها أنت براحتك. ادينا وديك طولة العمر يابا. عنوانك فين؟ 17 شارع السلحدار، مصر الجديدة. مصر الجديدة؟ أيوه مصر الجديدة. في حاجة مزعلاك في مصر الجديدة؟ لا، إحنا مش زعلان من مصر الجديدة. أنا زعلان منك أنت يابا. لما أنت في مصر الجديدة ليه بتهاجم محافظة تانية؟ عندك الميريلاند، الحديقة الدولية، ولا دول ما ينفعش فيهم الهايد بارك بتاعت حضرتك؟ أنا اتجهت للمناطق المهددة بالخطر. إيه؟ لا، مناطق؟ ما علينا. المهنة؟ مدير عام سابق لحدائق مدينة القاهرة، وأنا في الأصل ابني مهندس حدائق. آه، عشان كده الظاهر برضو ان السن ليه احكام يابا. حضرة الضابط، انت في سن احفادي فبلاش تزعلني، لان ما كان زعلي وحش وحش جدا،
إذا كان عندك تهمة محددة أنا جاهز، إلا تهمة واحدة أنت عارفها، إياك تقول مختل عقلياً، في الحالة دي هقاضيك بتهمة السب والقذف. وأنا شاهدة. أولاً أنت مفيش معاك تصريح بالتصوير، ولسه هنشوف أنت صورت إيه بالظبط، وأكيد صورت حاجات بتسيء لسمعة مصر. بما أنك قلت أولاً لازم تعرف أن التصريح اللي بتقول عليه ده بدعة. الجنينة يا محترم ما هياش منطقة عسكرية، دي معمولة أصلاً عشان الناس تتفسح فيها، تشم هوا، تتصور، يكون ليهم ذكريات. وبعدين قولي، هما السياح الأجانب دول بيبقى معاهم تصريح بالتصوير؟ وبما أنك قلت أولاً وما قلتش ثانياً، أنا بقى هقولك ثانياً، الإساءة المصري اللي بتقول عليها دي لحن بايخ واسطوانة مشروخة وأغنية مسخة تعجب اللي عندهم تخلف عقلي. على فكرة أنت كده بتورطي نفسك أكتر. أنا من أسرة قضائية وعارفة أنا بقول إيه، ولازم تعرف إن القانون عليا وعليك، والقانون هياخد مجراه. وخلي بالك أي مساس بالكاميرا أو العبس بالمادة المصورة والمسجلة يعتبر اعتداء على الملكية الخاصة وإتلاف ممتلكات الغير عن عمد. أنا مش قلتلك أعصابك لازم تكون هادية مهما الأمور اتأزمت؟ وفي إيه؟ أمال فين أشرف؟ أهو. أنا شايف إن الاستغاثة بتاعتك ملهاش لزوم ولا حاجة، أنت ما شاء الله عليكي قد الموقف اللي أنت فيه. إيه الحكاية؟ الحكاية إني عايز أعرف مين حضرتك ومين حضرته، عشان تدخلوا عليا كده كأنكم داخلين قهوة تشربوا حاجة فيها. أنا والراجل الطيب الحاج أبو طربوش ده اتقبض علينا في جنينة الأورمان دون ذنب أو جريرة، وكذلك كل فريق عمل البرنامج. دون ذنب أو جريرة؟ أيوه. أنا ابني المستشار عبد الله كساب، وده أشرف بيه هلال وكيل النائب العام. مكتب جناب المأمور في الدور اللي فوقينا على طول. المعاملة كانت كويسة في التخشيبة ولا نفتح على الداخلية الليلة في كل برامج السهر؟ لا يا أستاذ، احنا ما دخلناش التخشيبة، احنا كنا واقفين قدامها بس. وفين شيرين؟ هو احنا خرجنا اللي بالشيرين دي طلعت جامدة قوي يا ريس، دي جواها دستة محامين. ايوه بس اول طلعة ليها ودتكم الاسم، عشان كده انا متأكد ان البنت دي مستقبلها هيكون كبير معانا. معاكم المادة المصورة كلها؟ طبعا يا ريس. طب تعالوا نتفرج عليها، يلا نشوف ايه الواد ده كون الاسم، الله يكون حاجة تستاهل. من 40 ل 50 مليون دولار. كتير فضلتك. المشكلة مش في توفير المبلغ، الفلوس موجودة والحمد لله. المشكلة في الموافقة على المحطة الفضائية نفسها. المحطة الفضائية في الوقت الحالي ضرورة حتمية، زيها زي المطاعة اللي أسسها المرحوم حسن البنا، وكان وقتها الجماعة لسه وليدة. تفتكر الحصول على موافقة أمر سهل؟ ما ظنش. تبقى حكومة غبية لو وافقت إنه كل الجماعة قناة فضائية، عشان كده مفيش داعي نوجع دماغنا. خلاص نخلي حد غيرنا يعملها فضلته. وهي دي برضو حاجة هتخفى على الأمن، دي قناة فضائية مش مشغل ولا مستوصف عشان الأمن يشوفها ويعمل مش شايف. إيه رأي فضلتك؟ نجرب؟ نجرب إيه بس؟ ما احنا جربنا قبل كده في الأحزاب والنتيجة انتوا أدرى بيها. خلاص تبث القناة من أي بلد تانية. ولازمتها إيه الغربة؟ ما احنا بدل ما يبقى عندنا قناة فضائية واحدة ممكن يبقى عندنا 2 و3 و4، وزي ما عندنا ناس في الصحافة ممكن يبقى لينا ناسنا في الفضائيات. وعلى رأي المثل شرى العبد ولا تربيته. أدينا متفائلين أحوال للجميع. لو سمحت فضلتك لحظة واحدة. ايوه اخ مجدي. كلام ايه الفارغ ده؟ انا قلت ستات الاخوان يطلعوا المظاهره، يعني يطلعوا المظاهره ومش عاوزين يطلعوا ليه بالظبط؟ هم فضلتك خايفين من التحرش والاحتكاك، يعني الموضوع متعلق بالعفاف. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا امرت يطلعوا المظاهره مش عياء، انا قلت يطلعوا المظاهره هم وعيالهم الرضع، عشان الموتورين بتوع أمن الدولة لما يلاقوا ستات يخافوا ويهجموا على المظاهرة. هو فضلتك المفروض مين اللي يحمي مين؟ الستات هي اللي تحمي الرجالة ولا الرجالة هي اللي تحمي الستات؟ الجهات فرض على الرجل والمرأة. النسوان دي ما كناش بنجوزهم ونسطرهم ونشغل رجالتهم ونفتح لأولادهم مدارس عشان يقعدوا في بيوتهم ويرنخوا، ولما نطلبهم للجهاد يسمعونا حجج بطالة. الست اللي مش هتطلع المظاهرة تسيب بيت جوزها وتروح على بيت أهلها.
السلام عليكم. أهلاً أهلاً أستاذ عاطف. أهلاً، إزيك يا حبيب قلبي، عامل إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. بسم الله ما شاء الله عليك، وشك منور. لا لا طبعا عندك حق، بارك الله فيك. موضوع زي ده انا بفكر نطرحه في حلقه مقبله باذن الله. يعني حضرتك متفق معايا في الموضوع ده انه موضوع مهم يا استاذ عاطف؟ طبعا موضوع مهم جدا، اي حاجه تخص سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام اكيد طبعا حاجه مهمه. ربنا يخليك يا استاذ. الاخت اللي عدت دي مذيعه جديده ولا ضيفه؟ لا لا دي معده معايا في البرنامج. معده؟ آه. بسم الله ما شاء الله، الاعداد بقى حاجه جميله اهو. شيرين، عايزين الراجل التحفه بتاع جنينه الاورمان ده، عايزين نعمل عنه حلقه كامله. زي ما شفت الراجل دمه خفيف موت، وانتي بقى وشطارتك في الاعداد. يعني انا اللي هعد الحلقه؟ ايوه. ومين اللي هيقدمها؟ مش فاهم قصدي، يعني مين اللي هيحاور الراجل التحفه ابو دم خفيف؟ اي مذيع او مذيعه عندنا هنا في القناه. وليه مش انا؟ قلت ايه؟ قلت ليه مش انا بس، ادي اللي قلته. عشان ما عندكيش سابق خبره. ما حضرتك عارف انه 90% من المذيعين والمذيعات طلعوا على شاشات التلفزيون من غير سابق خبره. انا بقى عايزه معامله بالمثل. بالسرعه دي؟ شويه شويه، الحياه مش خطف. هي فعلا مش خطف، بس ايه راي حضرتك في المحاوله؟ يعني مجرد محاوله. هي الحلقه هتبقى مسجله ولا على الهوا؟ تهالي ضيف زي باشمهندس فج النور ده الواحد ما يضمنش ممكن يقول ايه على الهوا، عشان كده الحلقه دي بالذات لازم تبقى مسجله. خلاص يبقى المساله حلت نفسها بنفسها، خلي اللي مش مضمون مع اللي مش مضمون، وسيبني انا احاوره، ودي تبقى المحاوله. نجحت اهلا وسهلا، خابت وده مش هيحصل، يبقى الحلقه تتسجل من اول وجديد باي حد تاني. اما اذا نجحت فالامور كلها يبقى ليها شكل تاني. لا شكل تاني ولا شكل تالت، الاول تنجحي بعد كده يبقى في بينا اتفاق ملزم. كفايه اللي بنشوفه اليومين دول، النجاح بقى بيحاول الناس لوحوش. ايوه يا ابني. تحت امرك يا فندم. معالي الشيخ عاطف عمار دخل الاستوديو ولا لسه؟ لسه في اوضه المكياج. طيب اول ما يخلص تسجيل الحلقه بتاعته انا عايز اشوفه. حالا نبلغه. سلام. حضرتك خدت الموضوع جد؟ انا كنت بهزر. بتهزري؟ تقريبا. للاسف كل حاجه بتبدا في الاول هزار وبعد كده مره واحده تقوم قلبه جد. عندك مثلا الشيخ اللي بيقدم البرنامج عندنا هنا في القناه كان لازم تشوفيه اول يوم دخل فيه هنا. دلوقتي بقى كل ما يدخل علينا لازم معاه لستة طلبات وشروط. عمرك شفتي شيخ عايش دور نجم؟ صحفي من جريدة الأهرام. الشيخ عاطف بيقول لحضرتك هو داخل الاستوديو دلوقتي حالا، يا ريت تكلمه بعد الظهر. مع السلامة يا فندم. يا شيخ عاطف إن شاء الله بعد ما تخلص تصوير تتفضل وتشرف مكتب مدير القناة. هحكي لكم حكاية صغيرة تفهموا منها قصدي. تعالوا نشوف سيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه. سيدنا عمر بن الخطاب كان زي عوايده ماشي بالليل يتفقد احوال الرعيه، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا سيدنا عمر بن الخطاب كان من اشد الناس في الحق والعدل. حصل ايه مع سيدنا عمر؟ سيدنا عمر سمع والعياذ بالله من احد البيوت وهو ماشي بالليل جو مغنى ورقص، حاجه يعني زي ما اخواننا في الخليج بيسموها جو شكشكه. سيدنا عمر قرر يعمل ايه؟ سيدنا عمر قرر انه يطلع فوق سور البيت ويشوف ايه اللي بيجرى. والعياذ بالله أول ما طلع جاله ذهول من اللي شافه، لقى راجل ومعاه واحدة ست وخمرة ويعني وجو شكشكة بقى، أنتوا فاهمين. سيدنا عمر صرخ في الراجل وقال له يا عدو الله، فاكر ربنا هيسترك وأنت على معصية؟ إلا إن الراجل العاصي واجه خليفة رسول الله وقال له يا أمير المؤمنين ما تستعجلش، أنا عصيت ربنا سبحانه وتعالى في مسألة واحدة، إنما أنت عصيته في ثلاثة. سيدنا عمر كان يغضب بشدة ويثور الإسلام. سيدنا عمر مسك نفسه جدا وحاول يهدي نفسه لحد ما يعرف ايه الثلاث معاصي ارتكبهم. راجل عاصي ومتلبس بيتهم سيدنا عمر انه ارتكب ثلاث معاصي. لكنه نظر لامير المؤمنين وقال له معصيتك الاولى ربنا بيقول ولا تجسسوا وانت اتجسست، ومعصيتك الثانيه ربنا بيقول وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها وانت طلعت من فوق سور البيت، ومعصيتك الثالثه ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وأنت دخلت بيتي من غير إذن ولا سلام.
نظر سيدنا عمر بن الخطاب للرجل وقال له: هل عندك من خير إن عفوت عنك؟ فالرجل نظر لسيدنا عمر كده وقال له: والله إن عفوت عني لا أعود لمثلها أبداً. خيراً إن شاء الله. أبداً يا شيخ عاطف، حبيت أسمع منك نفي أو تأكيد على الأخبار اللي أنا قريتها في الجرائد دي. الأخبار كتير قوي ما شاء الله، أنهي أخبار تقصد بالظبط؟ سيادتك ناوي تسيب المحطة عندنا؟ والله ما أقدرش أنكر إن في عروض كتير جات لي من محطات تانية وكلها عروض مغرية والحمد لله. سيادتك ناوي على إيه بقى؟ يعني أنا لسه بدرس وبفكر وبستخير ربنا. طب والعقد اللي ما بيننا هنعمل فيه إيه؟ لا العقد ماشي، العقد عقد، حتى القنوات التانية اللي عرضت عليا موافقة إن أنا أستمر معاكم. أيوة يا شيخ عاطف، بس إحنا مش عايزينك مع حد تاني، أنت هنا حصري معانا. ليه بس كده يا أخي العزيز؟ ده رزق، حد برضه يمنع الرزق اللي جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ مين اللي قال إن إحنا بنمنع الرزق؟ ما أنت رزقك ماشي عندنا وزي الفل. أنت عارف عقدك بكام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي العزيز ربنا سبحانه وتعالى عايز يوسعها عليا شوية. إيه المانع؟ المانع بسيط. إحنا عايزينك عندنا وبس. عشان تبقى ميزة بتنفرد بيها القناة بتاعتنا. إنما بقى لما هتبقى موجود في أكتر من قناة المسألة هتفرق معانا. ده شيء طبيعي. الحمد لله إنك عارف إنه شيء طبيعي. طيب في الحالة دي بقى نغير العقد. نغير إيه بالظبط في العقد؟ المبلغ، الأجر. وإيه الجديد اللي حصل عشان نزود الأجر أو المبلغ؟ الإعلانات، الإعلانات بسم الله ما شاء الله على البرنامج بتاعي، ربنا يزيده ويبارك. أمال هي المحطات التانية عايزة تتعاقد معايا ليه؟ أيوة بس إحنا لينا وضع خاص يا شيخ عاطف. القناة دي تعتبر زي الست والدتك، هي اللي ادتك أول فرصة وهي اللي عرفت الناس بيك وهي كمان. يا سيدي الفاضل لو سمحت من غير ما تكمل، أنا حافظ الكلام ده كويس وما أقدرش أنكره، لكن الحق حق. بعدين الأم الصالحة الطيبة المؤمنة هي اللي بتعرف إزاي تقدر ولادها وتديهم حقوقهم. عايز زيادة كام يا شيخ عاطف؟ هو العقد هيبقى حصري مش كده؟ طبعا. وعشان القناة دي هي أمي نقول 5 أضعاف الأجر الحالي. لعلم حضرتك أنا معروض علي 10 أضعاف الأجر ده، وأخد كمان نسبة من الإعلانات. أنا اسمي في السوق بقى عالي قوي قوي قوي. بص يا عم عاطف، انت اول واحد عارف انك لا شيخ ولا عمرك درست الدين دراسة اصيلة. الكتب اللي انت بتنقل منها هي قدامك اهي. انت ممثل بينسى دوره اول ما بيخرج من باب الاستوديو، وزي ما المحطة دي عملتك قادرة تعمل مليون غيرك. معهد الفنون المسرحية مليان ممثلين كلهم يتمنوا يبقوا مكانك وبربع تمنك. وانت مبروك عليك الرزق الجديد. المقابلة انتهت يا مولانا. الولد يا أشرف بيه ملوش أي علاقة بالإخوان، اعترف صراحة. وانت يا أشرف يا ابني باعتبارك وكيل نيابة تقدر قيمة الاعتراف. خلاص يا أستاذ عبد الحميد، الاعتراف ما بقاش سيد الأدلة. في ناس كتيرة قوي بتعترف بجرائم عملتها ناس تانية والأسباب كتيرة قوي. أنا معاك، بس برضو مهما كان البني آدم يقدر يحس ويميز بين الاعتراف الحقيقي والاعتراف المزيف الكذاب لحد كبير. ما علينا، المهم ان هو اعترف لي، اعترف لي انه انتهازي فعلا زي الموضه اللي ماشيه. البنت ابوها اخواني مهم، وكل اللي محيطين بيه من كبار الاخوان، عشان كده كان لازم بسلامته يبقى زيهم. ما سالتوش يا استاذ عبد الحميد، المساله دي الزام ولا اختيار؟ قصدك يعني موضوع ان الاخوان بيتجوزوا من بعض؟ ايوه. اه طبعا سالته، قال ان ده مبدا قابل للتسامح فيه عند الضروره. حس ان مبدا التسامح موجود، ليه ما تسامحوش معاه وقبلوا بيه زي ما هو كده؟ لا مع الكبار، لا مع الكبار مفيش تنازل، وابوها قياده اخوانيه كبيره، يعني الولد يا يبقى منهم يا لا. هو لازم تكون في اسباب تانيه يا استاذ عبد الحميد، وكان مفروض انه يقول لك عليها. هو لا عارف حاجة ولا فاهم حاجة، زيه زي الجيل بتاعه كله. لكن أنا بقى اللي سألت وعرفت، هما ما بيحبوش حد غريب يخش وسطيهم. أيوة، والمستشفى
ضمن المشاريع الاستثمارية بتاعت الإخوان، وكل مشاريع الجماعة في المجالات المختلفة ليها أصل واحد ومنبع واحد. يعني يا أستاذ عبد الحميد؟ يعني شركات المقاولات ومصانع النسيج والسخانات والتلاجات والسوبر ماركت ومحلات الأكل واللبس ومعارض الأساس وغيره وغيره وغيره، كل دي أموال واستثمارات كبار رجال الإخوان، وكل دي حلقة واحدة. الحلقة دي محدش يقدر يطلع منها أبداً، ولازم تفضل مقفولة عليهم. أيوة، بس أنا أعرف حالات كتيرة قوي بنات إخوان متجوزين من شبان مش إخوان. وهو أنا قلت لأ؟ ما أنا قلت لك إنهم بيسمحوا بالتسريب لأن عندهم قناعة إن العنصر بتاعهم قادر على إنه يحول قناعات وأفكار الطرف التاني، بس ده بيستخدموه مع الإخوان الصغيرين الغلابة اللي هم على هامش الجماعة، لكن الكبار لا. ولو مش مصدقني أشرف يا ابني، أنا مستعد أعدلك أسماء كتير وكبيرة قوي وشوف مين متجوز مين. ما فرقوش عن غيرهم يا أستاذ عبد الحميد. أنت صح يا ابني، نفس الجملة اللي أنت قلتها، أنا ممكن أعدلك أسماء كبيرة قوي وشوف مين متجوز مين. هتلاقي العربيات بتتجوز العقارات، والمستشفيات بتتجوز الأراضي، وشركات الحديد بتتجوز السياحة. بس خلي بالك يا ابني، الجوازات اللي انت بتقول عليها دي كلها جوازات غير شرعية ومنبوذة، لأنه في الحالة دي المؤنث بيتجوز مؤنث. عامل ايه بس يا أستاذ أشرف؟ ما هو شر البلية ما يضحك. على كده بقى الإخوان بيجوزوا المذكر للمؤنث؟ آه طبعاً ضروري، لا في الحالة دي بالذات لازم يمشوا شرعي ولا إيه؟ طب لما دول كده ودول كده فاضل لنا مين؟ لغاية كام سنة فاتوا كان في شريحة كبيرة جداً كانت شايلة مصر كلها على كتافها، كانوا مسمينها الطبقة المتوسطة، لكن للأسف يا ابني دول دهسوها ودول دهسوها لحد ما بقاش فاضل منها أحد. يلا المهم دلوقتي اقدر استسمحك يا ابني واطلب منك الطلب اللي انا عاوزه؟ تحت امرك طبعا. قول لهم يا اشرف يا ابني، قول لهم ان تيمور عبد الحميد يونس ملوش اي علاقه بالاخوان. هما مين دول اللي هقول لهم يا استاذ عبد الحميد؟ اللي عندهم الملفات، ويا ريت تقول لهم يقطعوا او يعدموا الملف بتاعه خالص. شوف يا استاذ عبد الحميد، مبدئيا كده وحسب معلوماتي مفيش ملفات بتتقطع او بتتعدم، اللي ليه ملف بيفضل ملازمه طول عمره زي شهاده الميلاد. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ابني هيفضل محسوب طول عمره على الاخوان؟ لا طبعا. لا طبعا ازاي والملف بتاعه موجود؟ اهم حاجه ان الملف ده ما يدخلوش ورق جديد، لازم يفضل مقفول وما يتفتحش تاني ابدا. بعدين الموضوع ده بعيد عني اصلا عن النيابه كلها، ده هناك عند الاجهزه الامنيه. ايوه بس انت على الاقل برضو تقدر تتكلم معاهم. تتكلم مع مين وتتكلم تقول ايه وتطلب ايه يا استاذ عبد الحميد واحنا مش عارفين بكره في ايه؟ عندك حق. سؤال اخير يا اشرف يا ابني، هي انتهازي دي تهمه يعاقب عليها القانون؟ اكيد لا، ما انا عارف. يلا ربنا يسترها معانا ويحسن ختامنا. ابعت هاتي البوفيه يا جماعه. حاضر يا فندم. صباح الخير يا شبير. صباح الخير يا استاذ. خير؟ جاي في كعبي كده ليه؟ العادي بتاعنا يا شبير، في قضيه جديده الرئيس احلى على سعادتك على الصبح كده. تصدق وتؤمن بالله انا جاي النهارده وحاسس ان هلاقيك شايل قضيه. قطع عندك على المكتب. عندكش فكره عن نوع القضيه؟ رشوه، قضيه فساد يا شبير. تؤمر سيادتك باستدعاء المتهمين؟ جرايه بني ادم. مش لما اقرا ملف القضيه الاول؟ ولا انت فاكرني محاور من بتوع التلفزيون هيسأل الضيف بتاعه بتحب الصيف أكتر ولا الشتاء؟ نشوة التلفزيون صحيح. روح لحالك دلوقتي. أمر سعادتك. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. ماشي. وأنا كمان اللي عاوزني يكلمني في وقت لاحق. اشرب الشاي، وكيل النيابة اللي عنده القضية حتة سكرة. هو كتير قوي. هو مكتب وكيل النيابه فين؟ في نفس الدور ده قدام شويه.
تعمل ايه هنا يا سطوح؟ وانت ما تعرفش يا فؤاد بيه؟ انا وانت بقينا متساويين بالظبط. انا متهم وحضرتك متهم. انا متهم؟ انت عارف ان طلبات سعادتك اوامر. طلبات ايه يا فؤاد باشا؟ وانا من بتوع الطلبات؟ العفو يا فندم. يا فؤاد انا بخدمك علشان انت راجل لطيف. هو ايه الموضوع وفي اي محكمه؟ المحامي هو اللي يعرف يا فندم. طب اسال المحامي واعرف منه وبقى كلمني يا فؤاد. جمايلك مجرقانا يا فندم وربنا يقدرنا وندوب. واضح اني متراقب ومكالماتي مسجله. الظاهر تهمتي كبيره قوي. اتمنى انها ما تكونش تخابر مع دوله اجنبيه. مش تليفون حضرتك اللي متراقب يا استاذ فؤاد، ده تليفون الطرف الثاني اللي كنت بتكلمه. ايوه بس الطرف الاخر ده شخصيه محترمه جدا وليه مكانته، واظن كمان عنده حصانه. تليفونه يتراقب ليه؟ النقطه دي مش موضوعنا دلوقتي. احنا عاوزين نعرف طبيعه العلاقه اللي بينك وبينه. صاحبي صديق من ضمن اصدقاء كتير جدا. خلي بال حضرتك انا عندي اصدقاء كتير جدا، في منهم الكبير وفي منهم البسيط. عادي جدا. ما سبب سؤالك عن السيد المستشار حمدي الفولي؟ معرفوش، بس الحقيقه في صداقه بين ابنه وبنتي، وصداقه تطورت وهتقلب الظاهر بمشروع خطوبه، فقلت يعني استشير صديق من اصدقائي عشان اعرف حاجات عن الاسره. وحضرتك عارف ان انا عندي اصدقاء كتير. بس ممكن اعرف تهمتي ايه؟ سطوحي بتاع الشهر العقاري قابلته بره بيقول ان انا متهم زيه بالظبط. انا عايز اعرف ايه علاقتي انا بسطوحي بتاع الشهر العقاري؟ وسطوحي ذات نفسه تهمته ايه؟ انت متهم بدفع مبلغ قدره 1000 جنيه لمدعو رجب سطوحي على سبيل الرشوه. انا اسف سعاده البيه، 1000 جنيه بقت رشوه؟ على كده بقى اي 50 جنيه او 100 جنيه بديها للمنادي بتسجلوها؟ وبعدين انت عرفته ازاي ان انا اديته 1000 جنيه؟ كده بقى يبقى انا تليفوني متراقب ومكالماتي كلها مسجله. عند حضرتك تفسير للحكايه دي؟ يمكن الاجهزه الرقابيه اللي كانت متابعه صح. كده بقى يبقى الاجهزه الرقابيه توسعت سنه في المراقبه. هي الناس مش ليها حقوق ولا ايه يا سعاده البيه؟ الحقوق محفوظه يا استاذ فؤاد، لكن كل حاله وليها ظروفها. كل حاله وليها ظروفها. شوف يا سعاده البيه، انا مش هطول معاك. انا معايا 3 محامين بره من كبار محامين البلد، ممكن يحضروا معايا التحقيق ده. بس التحقيق ده بالذات انا مش محتاج مساعده حد فيه. ولو حضرتك عايز العدل اسمع اقوال رجب سطوحي الاول قبل ما تسمعني، عشان انا مش هتنقل من هنا الا ورجب سطوحي معايا، لانه صديق وحضرتك عارف ان انا اصدقائي كتير. رجب عبد الفتاح سطوحي، سن 42 سنه، موظف في الشهر العقاري، محل الاقامه البساتين شارع نعناع. رقم كام؟ لا يا باشا انا لسه ما وصلتش ان انا اسكن في بيت له رقم ونمره، ده حتى الشارع ملوش اسم. انت مش بتقول اسمه نعناع؟ ايوه يا باشا، ده الاسم اللي احنا مطلعينه على الشارع مش الاسم بتاع الحكومه. ونعناع دي يا باشا. بلاش يا باشا دي، قول لي يا استاذ. بس انت باشا. يا سيدي انا راضي بالاستاذ، حلو قوي عليا. ها مالها بقى نعناع؟ دي الست اللي بتبيع ورد لزوار المقابر اللي جايين يزوروا امواته، وساكنه على ناصيه الشارع، عشان كده سمينا الشارع على اسمها. طبيعه عملك ايه في الشهر العقاري؟ موثق. انت متهم بانك تقاضيت مبلغ 1000 جنيه على سبيل الرشوه من السيد فؤاد ابو العطا نظير تسهيل الاجراءات الخاصه بتوثيق عقد بيع لصالح المتهم الثاني. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر. اديك حضرتك قلتها بلسانك، تسهيل اجراءات دي حاجه المفروض اكافئ عليها وافتخر بيها كمان، والمفروض ان اي موظف في الدوله يقوم بتسهيل الاجراءات. الحمد لله، الحمد لله ان الواحد مش متهم في تزوير مستندات ولا لعب في دفاتر واوراق. ايوه يا رجل، تسهيل الإجراءات بدون مقابل، لكن لما تاخد 1000 جنيه عشان تسهل الإجراءات تبقى رشوة. عشان كده سؤالي ليك، أنت خدت 1000 جنيه على سبيل الرشوة؟ لا يا بيه، أنا خدت ال 1000 جنيه بس مش على سبيل الرشوة. خدتهم سلف مثلا؟ لا ولا سلف، إكرامية. تبقى رشوة يا رجل. خلاص يا بيه، بلاش تبقى إكرامية، صدقة. صدقة عطف بيها راجل غني على راجل غلبان زي حالاتي. أظن مفيش قانون بيعاقب الفقراء إن هم ياخدوا صدقة، ولا الأغنياء إن هم يدوا صدقة. أنا مش عاوز مراوغة يا رجب. كل ما تكون واضح وصريح في التحقيق، كل ما يكون وضعك أفضل. أكتر من كده وضوح يا بيه إيه؟ عليا الحرام أنا ما بكذب عليك، وهكذب عليك ليه؟ أنا بقول الحقيقة. يا رجب اللي أنت قلته ده اعتراف. كان ممكن أقفل التحقيق وتحال القضية وتبقى تحكي براحتك بقى أنت المحامي بتاعك في المحكمة. لا محامين إيه؟ هو إحنا قد المحامين؟ ما أنا عايز أحكي لحضرتك. وهو ده اللي أنا عايزه منك يا رجب. يا بيه فؤاد بيه ابو العطا زبون عندنا في المكتب، وزبون محترم كمان. يعني ايه زبون؟ وانتوا فاتحين دكان بقاله؟
ده مكتب شهر عقاري. خلاص يا بيه، عميل عميل محترم ودائم التعامل مع المكتب. جميل. لكن عمر رجله ما خطت المكتب عندنا، كان دايما بيتعامل معانا دليفري. ايه؟ خدمة دليفري احنا بنسميها كده. ينتقل الموظف الشهر العقاري للمكان المطلوب تواجده فيه ويقوم بإجراءات التوثيق. وفؤاد بيه ابو العطا كان دايما يتعامل معانا بالشكل ده ويدفع الرسم المقرر قانونا. الرسم المقرر قانونا، يبقى الألف جنيه وضعهم ايه بقى يا رجب؟ ما قلت لحضرتك صدقة. رجب يا بيه صدقة يا بيه، انا هاخد رشوة ليه بس؟ انا اللي عملت حاجة غلط ولا طلب مني ان انا اعمل حاجة غلط؟ قلت لحضرتك إكرامية ما نفعش، تبقى صدقة. وعلى فكرة مش انا بس اللي عايش على الصدقة اللي بالنوع ده، كتير قوي من زمايلي عايشين عليها وبيتنشقوا عليها كمان. انا شغال موظف بقالي 10 سنين وعنده 4 عيال كلهم في المدارس، احسب بقى اكلهم وشربهم وتعليمهم ومواصلاتهم، كل ده ب 300 جنيه. 300 جنيه تمن اكله كباب ياكلوها نفرين ويقوموا جعانين كمان. مره حسبت المهية بالدولار طلع 52 دولار. اهبل مين اللي يصدق ان في مواطن عايش هو ومراته واربع عيال وفاتوره كهربا ب 150 جنيه وعايش بالمهية بتاعته دي؟ سعادة البيه احنا عايشين بالعافية، يا إما بالسرقة يا إما بالصدقة، وأنا بقى من بتوع الصدقة. رجب انت عارف إن القانون قانون. على راسي يا بيه ما قلناش حاجة، والقانون ده بيوصل لإيه؟ مش للعدل؟ أنا مش طالب غير العدل. رجب تحت أمرك يا بيه. انت خدت الألف جنيه أثناء تأدية عملك الرسمي؟ لا يا بيه، أنا خدت الألف جنيه الصدقة بعد انتهاء أوقات العمل الرسمي. طب اشرح لي ازاي خارج اوقات العمل الرسمي. انا اقول لحضرتك، واحنا شغالين ديليفري خارج المكتب، اول ما افتح دفتر الشهر العقاري واقوم باجراءات التوثيق انا كده داخل اوقات العمل الرسمي. اول ما اقوم باجراءات التوثيق واقفل الدفتر بقيت خارج اوقات العمل الرسمي، وابقى حر اعمل اللي انا عايزه. ان شاء الله مش هبيع مناديل ورق في الشارع. كل شيخ وليه طريقه يا سعاده البيه، وانا احب اساعد الناس بطريقتي. وايه هي بقى طريقتك يا استاذ فؤاد؟ طريقة التوصيل المباشر، أي حد محتاج يد المساعدة أمدله إيدي على طول، وده اللي حصل مع سطوحي. ما عنديش أي حاجة غلط في شغلي معاه عشان أديله رشوة. أستاذ فؤاد إحنا خلصنا خلاص من موضوع سطوحي ده، إحنا دلوقتي في موضوع صاحبك الأولاني. إذا كان الأب غير مسؤول عن أفعال ولاده، أنا هبقى مسؤول عن أفعال أصحابي؟ عمره ما خد منك أي حاجة؟ هدية مثلا؟ هدايا رأس السنة. نوعها إيه بقى هدايا رأس السنة دي؟ بتختلف سعادتك. ممكن تشرح لنا نوع الاختلاف بيكون في ايه بالظبط؟ يعني هي تبتدي بالاجندات والمفكرات وبعدين تكبر شويه حسب المستوى لغايه ما توصل للشنطه. اشرح لي بقى يا استاذ فؤاد ايه الشنطه دي عشان عايز افهم. شنطه اوراق محترمه جدا، ماركه مشهوره ومليانه. مليانه؟ ايوه مليانه. مليانه ايه؟ محتويات الشنطه ايه؟ طقم اقلام ذهب، ساعه يد فاخره، تليفون محمول احدث موديل، كرافتتين سينيه على شويه برفانات، المهم تبقى مليانه عشان لما تتفتح تفرح. وهي دي برضو بقى اسمها هدية راس السنة؟ طبعا طبعا. ازاي بس يا استاذ فؤاد؟ ما هو برضو بيبقى فيها مفكرة نتيجة العام الجديد، كل عام وانتم بخير. طب الشنطة اللي من النوع ده تكلفتها بتبقى قد ايه؟ من 50 ل 100 ألف. ياه، دي شنطة رخيصة حضرتك. الرخيصة 50 ألف؟ امال الغالية بكام؟ من مليون وحضرتك طالع، مجوهرات بقى. وانت عملت له شنطة؟ لا، بس عشان كلامي يكون مظبوط اتبعتت له شنطة زيه زي غيره. ده انت بتبعت شنط كتيرة بقى على كده. حضرتك عارف ان انا عندي اصدقاء كتير، بس انا ما زودتش ابدا عن 25 شنطة في السنة. طب سؤال. تحت امرك. اذا كانت هدية راس السنة الجديدة الصغيرة بتاعتها بمئة الف والكبيرة بمليون واكتر، الرشوة بقى، الرشوة اللي بجد، الصغيرة بتاعتها بكام والكبيرة بتاعتها بكام؟ حضرتك اسأل حد بيدفع رشوة. نعم، اسأل حد بيدفع رشوة. امال الشنطة العجيبة اللي انت بتقول عليها دي تسميها ايه؟ انت ما سمعتش عن رئيس الوزراء اللي قدم استقالته عشان اخد هديه قيمتها 20 دولار؟ رئيس الوزراء في مصر عمل كده؟ بقول لك 20 دولار يعني مش هنا. مع ان الدولار هنا يعني. سلوا بلادهم كده سعاده البيه، واحنا سلوا بلدنا كده، تقاليد عندنا، لكن رشوه لا، الرشوه ليها ناسها. بارك الله فيك. كان لازم اكون صريح معاك عشان تعرف ان الألف جنيه اللي ياخدها موظف غلبان تبقى صدقه مش رشوه. مش حضرتك لو عدى عليك واحد غلبان وقال لك لله هتديله دي تسميها رشوة؟ على فكرة أنا ما عنديش أقوال أخرى.